بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاثنين خسر الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا من الوداد بهدفين دون مقابل، وفشل في تحقيق اللقب الثالث على التوالي واللقب الحادي عشر في تاريخه. مبروك للوداد، لقب مستحق داخل ارض الملعب بعد اداء كان جيدا، وهارد لك للاهلي ولجمهوره. هي خساره ربما كانت مستحقه، لكن على مستوى المجهود الوفير المبذول طوال مشوار البطولة تحية للاعبي الأهلي، وبإذن الله القادم أفضل. لكن بكل تأكيد مبروك للوداد داخل أرض الملعب على مستوى التعامل مع المباراة كمباراة نهائية، على مستوى التركيز كان لاعبو الوداد هم الأفضل، وكان لاعبو الأهلي خارج التركيز الذهني والفني في أغلب فترات المباراة، حتى حينما لاحت العديد من الفرص في النهاية ربما لتقليص الفارق ومنح بعض الآمال للعودة قبل نهاية المباراة. مرة تانية مبروك للوداد، حظ أوفر للأهلي، وتفاصيل كثيرة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا المقام هناك في مباراته النهائية في المغرب بعد ثوان قليلة، فهيا بنا. حظ أوفر للأهلي، حاول البحث عن اللقب الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه، ولكن كان أمامه الوداد أكثر تنظيماً وأكثر تركيزاً، فنال الوداد لقباً مستحقاً هو الثالث في تاريخه على مستوى دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة 92 أمام الهلال السوداني، 2017 أمام الأهلي نفسه، و2022 اليوم أمام الأهلي. وبيتسو موسيماني الباحث عن تتويج تاريخي قبل انطلاق هذه المواجهة. لكن أجواء المباراة كانت الكل بتفاصيلها بتساعد على تحقيق اللقب للوداد، مش بتكلم على ما قبل المباراة لكن ده أكيد لي محل نقاش خلال الدقائق المقبلة، إنما على مستوى 90 دقيقة تابعناها النهاردة في مركب محمد الخامس كان الوداد أكثر جاهزية وكان أكثر تركيزا من الناحية البدنية والفنية والذهنية. الأهلي ما كانش في حالته الطبيعية، موسيماني نفسه ما كانش في حالته الطبيعية على مستوى لعب المباريات النهائية أو على مستوى لعب البطولات الكبرى اللي اعتاد فيها التألق واعتاد فيها لاعبو الأهلي التركيز الشديد في تفاصيلها البسيطة. ده بكل تأكيد ما يقللش من المجهود، لأن الأهلي النهاردة بذل مجهودا وفيرا، أي نعم على مستوى الكورة، على مستوى الكورة وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى نقل الهجمات وعلى مستوى الفينش، حتى في حالة الفرص القليلة اللي لاحت في الأهلي في نهاية المباراة ما كانش في أعلى خطوات أو مراحل التركيز، وبالتالي استحق الوداد بهدفي زهير المترجي في الشوط الأول وفي الشوط الثاني من المباراة تحقيق هذا اللقب. هو يوم حزين بكل تأكيد على الكرة المصرية وتحديدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، ولكن هي دي كرة القدم، وبالتالي فعلا تحية للوداد، مبروك تحقيق اللقب. حظ أوفر للأهلي وللجمهور الأهلاوي وللكرة المصرية في لقب رفض أن يدخل خزائن الأهلي. في نوفمبر 2020 توج الأهلي، في يوليو 2021 توج الأهلي، بحث في مايو 2022 عن لقب ثالث على التوالي، ولكن قالت كرة القدم لا للاعبي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، فاستحق وليد الرقراقي ورجاله هذا اللقب الغالي بكل تأكيد والغائب منذ 5 سنوات. مفهومة جدا حالة الحزن، ومفهوم جدا ان ممكن يبقى في شوية عتاب على مستوى بعض اللاعبين، على بيتسو موسيماني، على مستوى التشكيلة الأساسية اللي بدأ بيها النهاردة المباراة، على مستوى غياب التركيز في الدقائق الأولى سواء في الشوط الأول من المباراة أو في الشوط الثاني من المباراة، على مستوى غياب التركيز وقت محاولات إدراك التعادل وانت مسيطر على المباراة بعد هدف التقدم اللي سجله الوداد. انت محتاج في اللحظات اللي زي دي، في اللقاءات اللي زي دي، ان تكون اكثر حسما وتركيزا سواء في استلام الكرة او في وانت بتنقل الكرة للنص الثاني وقت التمريرات. النهارده الهدف الاول من تمريرة مقطوعة هي اللي ادت الى تصويبة صاروخية لزهير المترجي لم ينجح محمد الشناوي في التعامل معها، وفي الهدف الثاني حسين الشحات لم ينجح في استقبال تمريره من علي معلول، اتردت الكوره بهجمه مرتده، وبالتالي غاب التركيز عن خط دفاع الاهلي ابرزهم محمد هاني، فسجل المترجي هدفه الثاني وهدف الوداد الثاني. لكن مع الانتقادات دي مهم جدا الهدوء، لانه انتهت هذه البطوله،
لم ينجح الأهلي في تحقيقها، حالة الحزن منطقية، لكن العجلة ماشية. الجيل ده الحقيقة عامل مجهود كبير قوي، عامل ظهور متميز في نفس البطولة في النسخة السابقة والنسخة السابقة لها، والحزن أحيانا بيولد انفعالا قويا، فمهم جدا الهدوء. مسيرة الأهلي ممتدة بكل تأكيد أمام ما يقرب من 50,000 مشجعا للوداد، وحوالي ما بين 600 إلى 1000 مشجع أهلاوي. توج الوداد ونال زهير المترجي لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بعد خسارة الأهلي هذا اللقب الغالي. ما زالت رافضة هذه البطولة أن ينالها الأهلي في 3 نسخ متتالية. حاول في 2005 و2006 أن يتوج، في 2007 خسر في النهائي أمام النجم الساحلي، توج أمام الزمالك ثم أمام كايزر تشيفز، فخسر أمام الوداد في النسخة التالية لهاتين النسختين. وبالتالي البحث متواصل، والنسخة المقبلة نرجو فيها إن شاء الله أداء وتركيزا أفضل، سواء من الأهلي أو من أي فريق آخر سيشارك الزمالك. بتكلم على الأقرب للمشاركة، لكن بيراميدز هو حاليا متواجد في الصورة على مستوى الفريقين المحتمل مشاركتهما بإذن الله في النسخة المقبلة. تعالوا نستعرض مع بعض تشكيل الفريقين، كيف بدأ بيتسو موسيماني وكيف غير من لاعبيه خلال المباراة. أكيد هنتكلم على ده وعلى وليد الرقراقي. تشكيلة بيتسو موسيماني كانت كالتالي النهاردة: محمد الشناوي هو اللي حرس المرمى، وكما ذكرنا بالأمس بالتفصيل ياسر إبراهيم كان في قلب الدفاع وبجواره أيمن أشرف، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال. أليو ديانج وحمدي فتحي بدأ في نص الملعب. أليو ديانج كالعادة بيعرف يقطع الكرات، لكن النهاردة على مستوى الإمداد الهجومي ما كانش في أفضل الحالات. حسين الشحات ناحية اليمين، أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر في بجوار أو على نفس الخط، وبيرسي تاو في المقدمة، مع تقدم طاهر محمد طاهر خلال أحداث المباراة لمعاونة بيرسي تاو. بعد التأخر ومع بداية الشوط الثاني من المباراة بدأت التغييرات اللي بيعملها بيتسو موسيماني، لأنه استقبل هدف في توقيت سخيف جدا الهدف الثاني. أنت ناهي الشوط الأول وأنت بتحاول، معنوياتك بدأت ترجع، تركيزك بدأ يزيد مع نهاية الشوط الأول، لكن هدف المترجي الثاني خلى موسيماني محاولاته كلها تبقى خلاص تغييرات هجومية، الكل في الكل تدريجيا. محمد مجدي قفشة نزل في الشوط الثاني، خرج أحمد عبد القادر، نفس القصة بالنسبة لحسين الشحات وصلاح محسن لما نزل، هي كلها محاولات هجومية. طاهر محمد طاهر بينزل بيلعب ظهير أيمن في خروج محمد هاني، وبالتالي كل المحاولات بقت هجومية. الأهلي بقى يلعب 4-2-4، وكمان قفشة بقى يلعب لما نزل السولية، بقى يلعب قفشة جنبه لما خرج أليو ديانج اللي حصل على بطاقة صفراء، محمد شريف لما شارك كمان في نفس تغيير محمد مجدي قفشة. عاب الأهلي أنه معرفش رغم كل هذه التغييرات أنه يوصل الكرة للاعبيه، ولما وصلت الكرة للاعبيه سواء بيرسي تاو أهدر انفرادا، الحقيقة أنه رغم قلة الفرص اللي وصلت على مرمى الوداد النهاردة، لما احتاج الوداد ظهور رضا التقناوتي كان مثاليا في التصدي للكرات، وكان لاعبه الوداد مركزين بشدة على الناحية الدفاعية، فاستحقوا في النهاية اللقب مرة تانية، حظ أوفر للأهلي. معنا على التليفون نجم كبير من نجوم الكرة المصرية والأهلي، الكابتن شادي محمد. كابتن شادي، هارد لك بعد الخسارة النهاردة. السلام عليكم. عليكم السلام. هاني ازيك، وحشني كتير جدا جدا. وانت كمان يا كابتن وحشنا. هارد لك لجماهير النادي الأهلي النهاردة، مباراة مش من المباراة الكبيرة على المستوى الفني، ولكن الحمد لله قدر الله مش ونعم بالله. طيب اكيد هنتكلم على الناحيه الفنيه شويه، او اسباب الخساره من وجهه نظرك سواء كانت فنيه او اي امر اخر خلال ال 90 دقيقه او ما قبلها. كابتن شادي، اولا دخول النادي الاهلي في المباراه تحضير كتير جدا ورا، عامل حاله من الارتباك في اول ربع ساعه، خطا متكرر اللي انت بتمرر كرات عرضيه كتير جدا، ثم بتفقد الكوره عن طريق ياسر ابراهيم، تسديدة قوية جدا صعبة على محمد الشناوي، بيجي فيك الهدف الأول. ما كانش فيه ربط ما بين الخطوط بشكل كبير جدا. الجمعية بتاعت النادي الأهلي، النادي الأهلي بعد وقت كبير قوي ظهر
عشان يهدد مرمى فريق الوداد اخذ وقت كبير جدا جدا جدا. بصراحه وانا اهلاوي وافتخر جدا، الاهلي لم يقدم الامور الفنيه اللي يستحق عليها يبقى بطل افريقيا النهارده. مظبوط مظبوط، متفق، واعتقد ان ده رايي يعني كل متابع لمباراه النهارده. كابتن شادي، الناس اتكلمت كمان على بدايه التشكيل، هل التشكيل من وجهه نظرك كان مش هو التشكيل الامثل للبدايه؟ الصراحه ومش فاهم دايما مثلا قفشه كان بيقعد وينزل تلاقي الجماعيه في الاداء. انت النهارده مطالب ان انت لو هتلعب بالطريقه دي مطالب بالاستحواذ، فلازم اغير من طريقه لعبي على امكانيات اللعيبه اللي موجوده. يعني ايه؟ يعني انا عاوز جماعيه، عاوز لعيب يعمل لي حلقه الوصل ما بين اللي انا استلم الكوره، بدل ما هي تحضير كتير ثم كرات طويله، تحضير كتير ثم كره، ثم بدي المنافس الافضليه اللي يضغط عليا اكتر. النهارده لاعب زي قفشه لما يبقى موجود في وسط الملعب بالخبرات اللي يمتلكها هيقدر يديني الجماعيه، هيقدر يديني حلقه الوصل ما بين ربط الخطوط ما بين الدفاع ووسط الملعب والمهاجمين. فانا كنت مفتقد ده، بدليل لما نزل قفشه شفنا النادي الاهلي بيروح للمرمى، شفنا النادي الاهلي الى حد ما بيستحوذ على الكوره، وده اللي كان مطلوب، اللي انت تمتص التواجد الجماهيري الكبير جدا لفريق الوداد، وقوه ضاربه ليهم بلا شك. ولكن الهدوء اللي المفروض تبتدي بيه المباراه، الالتزام التكتيكي داخل الملعب كان 0 من 10، اول ربع ساعه ارتباك كبير جدا. قبل الهدف كان في كوره زيها بتاعت امبنزا اللي جت في العارضه. بالظبط، اقول لك على حاجه، برافو عليك يعني، وده اللي انا كنت عايز اقوله. قبل الهدف النادي اللي دخل في النادي الاهلي، كورتين قبلها نفس الموضوع بالظبط، مظبوط، تمركزات خطا، نقل بطيء، بتتاخد الكوره، فالمفروض خلاص بانت اعدل من نفسي بسرعه. ما نقلش عرضي، وحتى لو زميلي مزنوق اتعلمنا كده، بوش رجلك واحده عشان ابعد عن منطقه الخطوره. ثم في اقرب فرصه يحصل كلام ما بين اللعيبه وما بينها وما بين بعضها. الاستعداد النفسي وخلق الدافع بتاع المباراه من وجهه نظري، وده كلام معلش مع احترامي للجميع، ده كلام قبل اي فنيات، ده كلام العلم، اللي انت تدخل المباراه مستعد نفسي، ازاي اتعامل مع الجماهير، ازاي اتعامل مع الضغط العصبي. كان التجهيز لي 4 5 من 10، ما كانش تجهيز بطل. البطل بيجهز كل حاجه ما بتفوتهوش من جهاز فني للاعبين لسيناريوهات ما بينهم وما بين بعض. النادي الاهلي تاني لم يقدم المردود الفني اللي يستحق عليه الفوز النهارده. على مستوى يا كابتن شادي اللي هو التجهيز النفسي، احنا بقى لنا تقريبا شهر او اقل قليلا بنتكلم في بيانات وخطابات واعتراضات على مستوى طبعا اقامه المباراه في المغرب وتحديد الملعب بعد مباراه الذهاب في نصف النهائي، ولحد قبل المباراه بحوالي ساعه كانت القصه ما بين كابتن حسام غالي والمهندس خالد مرتجي والاستاذ أو الكابتن أمير توفيق على الجماهير، هل ده كله حسيت بشكل أو بآخر إنه أثر في الناحية الذهنية للاعيبة الفريق النهارده؟ سؤالك أكثر من رائع، وأحب أتكلم فيه بموضوعية وبهدوء ومش بتفكير الجماهير. طبعا الجماهير دي في القلب وليها كل الاحترام طبعا والتقدير، ولكن أنا عايز على أرض الواقع. أولا ده اللي النادي الاهلي يلعب سنتين ورا بعض في المغرب ويقابل الوداد، خلاص انت متحدد. فالمفروض زي ما شفنا كده ليفربول وريال مدريد بيلعبوا في فرنسا. احنا العقليه الافريقيه اللي مش عايزه تطور من ادائها ولا من اسلوبها في الاداره طول الوقت، فلازم كان يبقى فيه تحرك بسرعه للناس المسؤوله عندك في الاتحاد الدولي، تحرك من بدري، ويبقى ليك هيبه من الاتحاد المصري يساعد دورك، تساعد الانديه بتاعتك اللي بتشارك في البطولات الافريقيه، ويبقى ليك هيبه ويبقى ليك كلمه. اتعرضنا في اكتر من موقف سواء على مستوى المنتخبات او الانديه وانت نايم مخبي مش صاحب قرار، بندور على المناصب بس، لكن افاده الكره المصريه 0 من 10. دي الامانه. رقم 2، خلاص اتعلم النادي الاهلي، وجمله معتاده
وجمله حقيقيه بالمناسبه، المستحيل ليس اهلاوي، خلاص انا اتحطيت في المباراه. ايوه تخرج بيانات، يخرج كلام، من حق الادارات تدافع عن انديتها وجامعتها العموميه وجماهيرها، لكن النادي الاهلي دي صفحه بتتقفل، انت مركز خلاص هتلعب المباراه. ايوه ده الحقيقه، مفيش من وجهه نظري مفيش لعيب هقعد اشوف النادي طلع بيان ولا لا. الاستعداد النفسي هنا المنوط بيه، اللي انا اقصده مدير فني يخلق دافع. ايوه احنا ممكن انا كمدير فني وكابتن سيد عبد الحفيظ بقعد مع لعيبتي او كابتن الفرقه بقول كلمتين اتنين. احنا تاني مره بنيجي هنا، وبنيجي هنا المفروض ما يبقاش ده الملعب. ايوه فلو احنا حسينا بالظلم لازم انزل اقاتل عشان اسعد جماهيري، خلق دافع. أيوة. اللي انا انزل اللعيب نازل عنده من الباور والقوه وتحمل المسؤوليه وابني عنه، عارف جمله كده انا عايز اقولها بلغه الكوره، نازل جازز على اسنانه. ايوه فده لو بصيت في اللعب بالراحه بطء، مش السرعه، اللي انا اجيب الكوره بسرعه. روح الفانيلا الحمراء النهارده غابت، اللي انا براهن عليها دايما، ممكن يبقى ده الفني صح 50 40 30، لكن الروح لما تتغلب بتجيب البطوله بالكاس وترجع. فده اللي انا اقصده لكن على مستوى القرارات، على مستوى المسؤوليه من مسؤولين، ده كان بحث عن الحق وامر طبيعي. لازم اهاني نساعد الانديه من بدري، كل المواقف فيها خذلان، كل المواقف. ومش معنى ان الاهلي خسر ده كان رد فعل الاعلام المصري بالمناسبه، مش شادي بس لوحده. المواقف القويه اللي محتاجين قوه لازم نتحرك من بدري. صح. لازم يبقى لينا كلمه، لازم نستغل علاقاتنا، ما نستغلش اللي انا اروح لمنصب وابتدي اريح وانام مكاني، ده وجهه نظري انا. لكن مره ثانيه ببارك لفريق الوداد، وهي دي الروح الرياضيه. كان الافضل في المباراه النادي الاهلي النهارده، كنت اتمنى ان المردود الفني يبقى افضل من كده، لان والله فنيا لما نتكلم فنيا ككوره، لا انت على مستوى الافراد والجماعيه انت افضل. مظبوط. لكن الجماعيه ما كانتش موجوده، المردود الفني مش موجود، الروح ما كانتش موجوده، فبالتالي خسرت. ايوه هارد لك كابتن شادي مرة تانية، وإن شاء الله القادم أفضل للأندية المصرية ككل. ربما كان الموسم ككل حزينا على الكل كمصريين، على مستوى دوري أبطال إفريقيا ودع الزمالك من دور المجموعات، على مستوى دوري أبطال إفريقيا خسر الأهلي في النهائي وما نجحش في تحقيق اللقب الثالث على التوالي، على مستوى الكونفدرالية ودع بيراميدز والمصري البورسعيدي قبل الوصول إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، على مستوى حتى المنتخب الوطني فشلنا في التأهل لكأس العالم وفشلنا في الفوز بأمم أفريقيا وفي المرتين كان أمام السنغال في المرحلة الأخيرة، على مستوى حتى محترفينا في الخارج أو أبرزهم محمد صلاح لم يحقق الدوري الإنجليزي ولم يحقق دوري أبطال أوروبا. النهايات حزينة في الآخر، ولكن لازم نبني على ده إن إحنا نستفيق للي جاي. في صورة انتشرت بعد المباراة، خليني أقول لك قبل ما نتكلم عنها، الأهلي حارب بكل قوة، قد يكون ممكن نتفق ونختلف أنه هل الأهلي بإعلانه أن الفريق بمعزل عن كل هذه الأمور كان بالفعل الفريق بمعزل. أنا شايف أنه جزء من أسباب النهاردة فقدان التركيز هو كل المحيط بده، لكن الأهلي كان بيحارب، كان بيحاول، كان بيسعى للحصول على حقه على مستوى إقامة المباراة في مكان محايد، بالنظر لأن مكان اتحدد بشكل متأخر جدا ما أثار علامات استفهام عديدة، لكن البيانات وكترها، هل اللعيبة كانت خارجة عن ده؟ هل الدفع المعنوي كان موجود؟ أنا شايف أنه كان موجود، يعني موسيماني امبارح قالها بشكل صريح، مع كل المعطيات دي الفوز باللقب الثالث هنا وهو بيقصد المغرب هيكون أمرا تاريخيا مش بيتحقق بسهولة، فأعتقد أن ده كله كان المفروض يتحول إلى دافع نفسي وذهني للعيبة الأهلي النهاردة، لكن كناحية نفسية أنا ما حسيتش أن لعيبة الأهلي النهاردة هو ده اللي مستنينه منهم، هو ده التركيز المنتظر من لعيبة الأهلي المعتاد في مثل هذه المواقف. موسيماني نفسه ربما تدخلاته الهجومية في الآخر، ربما مع تراجع منطقي للوداد، أدت إلى خلق بعض الفرص للأهلي لكنها لم تكن بنفس الشراسة المنتظرة. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة كان متواجدا كمجلس الإدارة بالكامل وقت المباراة ووقت تسليم الميداليات اللي توج بها الفريق الشقيق المغربي. اجتمع
الخطيب مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وموتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبحسب هذه اللقطة تحديدا وهذا الحوار تحديدا قرأنا بشفايف الكابتن محمود الخطيب قوله It's not fair، لم يكن عدلا. طبعا المقصود بإقامة المباراة في هذه في هذا الملعب، وبالتالي في هذه الأجواء اللي هو الجماهير وأرضية الملعب كانت ممتلئة باللون الأحمر اللون الودادي اللي ارتدى النهاردة الزي الأبيض في المباراة. علامات الحزن كانت وما زالت واضحة على وجه أسطورة الكرة المصرية بيبو، لكن هي كرة القدم في النهاية. وده هيخلينا نروح لنقطة أبعد شوية لورا، لحد إمتى هنبقى رد فعل؟ لحد إمتى هيكون قدامك أنت اختيار إنك تبقى صاحب حق وأنت تقول لأ وبعد كده ترجع تنادي بحق رأيت إن هو مسلوب منك؟ إحنا كدولة كوزارة رياضة كأندية لماذا لم نطالب بأن نستضيف دوري أبطال إفريقيا؟ إحنا كباشمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق عضو المكتبين التنفيذيين سواء في الكاف أو الفيفا، ما شفتش أنا نفس الحماس اللي اتخذه الجانب المغربي من أجل الحفاظ أو الحقوق اللي ممكن تحصل عليها في هذه الأجواء. حاول الأهلي بكل مجهوداته ولكن يبدو أنها لم تأتي بالنتيجة الإيجابية، بل جاءت بنتيجة عكسية بأداء غير مقنع في أرض الملعب النهاردة. ده أكيد هيودينا لبعض المستويات الفنية هنتكلم عليها النهاردة مع الكابتن علاء نبيل كمان شوية، لأنه مع كل التقدير لمجهود ومشوار سافر فيه الأهلي يمينا ويسارا شمالا وغربا يعني شمالا وجنوبا إلى جانب الغرب والشرق في مختلف دول القارة الإفريقية، مع كل التقدير لكن المستويات النهاردة استنينا من بعض اللاعبين أداء أفضل. أحمد عبد القادر مش ده المستوى اللي احنا اللي انت بنيت لنفسك وبنيت للجمهور صورة عنك اللي ممكن تقدمه في مباراة النهائي النهاردة. حسين الشحات نفس القصة، طاهر قدم شوط أول جيد هو وبيرسي تاو، لكن الشوط الثاني يمكن مع تراجع مستوى الأهلي ككل ما شفناش الأهلي بيظهر في منطقة نص ملعب الوداد إلا بعد استقبال الهدف الثاني بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، وكان وقتها بقينا نحس إنه 2-0 الأهلي قادر على العودة، لكن ما حسيناش النهاردة إن العودة قريبة بشكل أو بآخر بسبب سيناريو وسير المباراة. محمد الشناوي هل بيلعب على إصابة؟ هل لسه الإصابة مأثرة؟ محمد الشناوي اللي اتصاب نص شوط خرج نص شوط ورجع لعب المباراة التالية، هل الارتقاءات بتاعته أو التمركزات بتاعته متأثرة بإصابة؟ عمرو السولية ما شاركش إلا في آخر تلت ساعة من المباراة بسبب برضو الإصابة، وبالتالي التساؤلات أكيد على ليه الإصابات بتطول. ده أمر مهم بكل تأكيد، ولكن قدر الله وما شاء فعل فقدت البطولة وذهبت إلى من يستحقها طبقا لمباراة اليوم هو الوداد. مرة تانية مبروك للوداد بكل تأكيد. وليد الرقراقي أدار المباراة بشكل جيد جدا، وكانت تشكيلته خلال المباراة كالتالي: حرس مرمى الفريق المغربي الشقيق التجناوتي، وعلى مستوى خط الدفاع أشرف داري وأمين فرحاني، أيوب العملود شارك يمينا ويحيى عطية الله على اليسار، قدامهم يحيى جبران في طريقة 4-1-4-1، قدامه جلال الداودي وأيمن الحسوني، وعلى الطرفين رضا الجعادي أخطر لاعبي الوداد في الشوط الأول، زهير المترجي نجم المباراة بهدفي الفريق، والحقيقة إن هو أداؤه دايما خطير حتى في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي هناك في أنجولا كان من أخطر اللاعبين، وأكيد ده يوم فرح بالنسبة له زهير المترجي قبل ما يخرج مستبدلا، تصويبة والتانية تصويبة أو تمركز جيد، اقتحام جيد قبل ما محمد هاني الأقرب للكرة ياخدها وبعديها يعمل هو الفولو بنفسه. فالحقيقة قدم أداء 100% زهير المترجي النهاردة. جايم بنزا اللي شارك لحد تقريبا الدقيقة حاجة و60 قبل ما يخرج في إطار بحث الوداد عن تأمين الخطوط، والوداد خطوطه كانت أكثر تقاربا. شوط أول لم يستغله الأهلي وقت الهزة اللي جت للوداد بعد التقدم اللي سجله الفريق المغربي الشقيق. تعالوا نروح لنجم آخر من نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي الكابتن مختار مختار. حظ أوفر كابتن مختار، خسارة للأهلي في النهائي في إطار البحث عن لقب ثالث على التوالي.
الحمد لله على اي حال. ونعم بالله. اكيد احنا يعني كنا بنامل ان احنا نكسب البطوله، لكن احنا خسرانين البطوله من قبل ما نلعب، من اللغط الكثير والكبير واللي حاصل قبل المباراه. يعني عايشنا في جو في صعوبه، لكن كنا دايما بنتكلم وبنحاول نوصل نرجع الصعوبات ديت لان احنا نقدر نستفيد منها وان احنا نرجع بالبطوله، وده طبعا طبيعي وعادي. يعني خلاص البطوله الماتش مفروض علينا في هذه الظروف دي وبالمعطيات اللي احنا كنا عايشين فيها دي، فبالتالي كنا بنحول كلامنا كله لهذا الامر. لكن اكيد ان احنا كنا داخليا حاسين ان في غبن كبير جدا جدا محطوط على الاهلي، والغبن ده كان باين وواضح. وده يعني انا زعلان البطوله النهارده. انا في اوقات كتير لما بخسر عادي بتبقى الامور عاديه، لان انا عارف ان دي رياضه، لكن انا زعلان النهارده مش عشان ان انا خسرت اكتر من ان انا زعلان على الاسباب اللي هي وصلتنا للخساره بالشكل ده. والاسباب من وجهه نظرك هي كل المعطيات اللي خرجت الاهلي عن تركيزه قبل المباراه. طبعا انا يعني انا بتكلم مع ناس صحابي، يعني هم يعني بيكلموني انت يعني ما تزعلش يا كابتن. انا مش بطبعي ان انا بزعل ولا يبقى بان عليا، لكن انا زعلان لاني حاسس ان الاسباب والمعطيات الكثيره اللي حصلت ايه ده لاي سبب. يعني احنا دلوقتي يعني مثلا يعني الدنيا اتقدمت بشكل كبير جدا 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 في كل حاجه. القاره الاوروبيه اللي احنا عايشين معاها يعني ايه زي ما هي عايشه معانا في بيوتنا، يعني احنا عايشين معاها. ايوه متقدمين بشكل هائل جدا جدا، وعندهم كل حاجه، وعندهم فرق ايه يعني في اسبانيا وفي انجلترا وفي فرنسا وبتاع. ما فيش تفرقه بينهم، كل العدل سايد. فانت يعني اشمعنا احنا؟ هو يعني عشان احنا فرقتنا يعني متسيده لازم يحصل لها العقوبات ديت لاي سبب؟ ريال مدريد واخد البطوله اكتر مننا وهو متسيد اوروبا، ما بيحصلوش الكلام ده لان هو عايش في قاره في ريف كل حاجه. كل الاسباب عندهم متيسره لكل الناس. ينفع ان احنا دلوقتي نخلص الماتش بتاع النهارده ده وما يبقاش عارفين البطوله اللي جايه ده فين بعد التقدم الرهيب اللي احنا فيه ده، وبعد الافكار اللي بقت عايشه في العالم كلها بالشكل دوت، ان نبقى كده ان الماتش النهائي يتحدد في شهر 5 في شهر 5 في الفتره اللي في فرقه وصلت فيها، وان هم حاددوا الماتش في المغرب او نحدده في مصر. طب ما على طول كده يبقى في حاجه مش مظبوطه. طب احنا يعني احنا ازاي الناس دي بعد ما وصلنا للقرون اللي احنا بقينا فيها ديت وللتقدم الرهيب اللي احنا فيه ده، واحنا اللي لازلنا نبقى بالافكار السيئه ديت؟ فده حاجه صراحه هو ده اللي مزعل، وهو ده اللي مخلي الواحد يعني حاسس ان في غبن عليك. فيعني لو الاسباب عاديه والدنيا سهله، يعني كان ممكن الماتش ده يتحدد من السنه اللي فاتت في الدار البيضاء او في المغرب زي ما او مع بدايه البطوله على الاقل، مش مع السيمي فاينال. يعني عادي امر ما يبقاش في حاجه، وما كناش عشنا في اللغط دوت، وما كناش حسينا باللي احنا حاسين بيه دلوقتي. طيب عايز اروح معاك لنقطه فنيه يا كابتن مختار، وهي اداره موسيماني للمباراه من بدايتها قبل يعني ما يحصل استقبال الاهداف، ومع مرور الدقائق مع استقبال الاهلي الهدف الاول والهدف الثاني. لانه الحقيقه انه الاهلي على المستوى الفني النهارده ما كانش يستحق الفوز، لكن موسيماني تعليقك وتقييمك لادائه في اللقاء النهارده. ما هو شوف يعني اكيد طبعا يعني يعني اي مدرب بيخسر اكيد ان التعليق يبقى يعني متعلق بالخساره. اكيد الخساره في ليها طبعا اسباب فيها تقصير، يعني ممكن هو تقصير مش متعمد، لكن بالافكار. وهو دوت اللي احنا بنتكلم فيه دايما، اللي احنا يعني بنامل ان موسيماني يعني يقدم لنا افضل حاجه، خصوصا ان هو كمان عنده افضل لعيبه وعنده اسباب كتيره جدا جدا. هل هو عنده افضل لعيبه؟ نقف عند النقطه دي ثانيه. بص انا عايز اقول لك حاجه، اللعيبه دي اللي موجوده معانا دي تأدي الاداء الوحش ده؟ لا، انا بقول لا، تأدي احسن من كده. ممكن يكون في لعيبه احسن من كده، بس بنفس اللعيبه دي ما ينفعش تأدي الاداء مش النهارده. ده الاداء يعني مرتبط بما قبل كمان،
وكملناه النهارده. ايوه فعشان كده يعني ان هي مش مجرد اداء سيء في مباراه بل استمرار لاداء غير مقنع في اللقاءات طبعاً. السابقه مفهوم وكلنا متفقين في الكلام ده متفقين طبعا طبعا فخلاص يعني كلنا متفقين لكن يعني بولادنا اللي موجودين وبالمعطيات اللي موجوده عندهم وبفنياتهم لازم نقدم احسن من كده. اذا كان بالشكل اللي احنا بنقول فيه ده لو فين لو كانت الدنيا ماشيه بشكل غير اللي مشيت بيه ده كنا ممكن ناخد البطوله. وامر ده طبيعي وعادي ما احنا واخدين السنه بنفس الاولاد دول واللي قبلها بنفس الاولاد دول فكانت ماشي ممكن برضه بنفس المعطيات ديت ناخد البطوله بالشكل ده. لكن اكيد ان احنا ما قبل نخلينا يعني ايه حاسين النهارده ما احنا ده الطبيعي بتاعنا هو ده ادائنا العادي الطبيعي. يعني ما فيش ما فيهوش جديد ان احنا كنا يعني بنأدي في مكسرين الدنيا وبعد كده النهارده صح صح حصل لنا كلام يعني كلام محترم جدا وعقلاني جدا كالعاده. عايز اسالك كابتن مختار في سياق اخر فين حضرتك يعني هل نراك قريبا ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله في الدوري الموسم ده ان شاء الله يا رب ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله في حاجه قريبه والله ربنا يسهل ان شاء الله يكون في يعني ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله شكرا مبسوطين بنسمع صوتك وهارد لك كابتن مختار مره ثانيه. الحقيقه على مستوى قائمه الفريق الاهلي كسب النسخه الحاليه اللي فاتت وكسب النسخه اللي قبلها وحتى مع ضعف في او تراجع المستوى في اللقاءات السابقه وتراجع مستويات بعض اللاعبين او عدم تطور مستويات بعض اللاعبين خلال المواسم دي كلها حاجات اكيد بتغطي على المستويات انك بتنتصر في بطوله والثانيه ومنهم واحده قدام الزمالك والثانيه بعدها في ظرف 7 شهور لكن اكيد في قصور فني بشكل ما داخل الفرقه ما ظهرش بس في لقاء النهارده زي ما بيقول كابتن مختار في الاخر مباراه نهائيه ممكن تعوض بيها بعض القصور الفني فلما بتلاقي كمان ان الناحيه المعنويه او الذهنيه غايبه الى جانب بعض القصور الفني فده اللي بيقول انه لا هنا كان في تقصير ومهم جدا وضع الايد عليه. معانا على التليفون الكابتن رمضان السيد نجم الاهلي السابق ومصر. كابتن رمضان اهلا بيك هارد لك. اهلا بيك يا هاني. اهلا بحضرتك. يعني حظ اوفر خسر الاهلي 2-0 النهارده في البحث عن لقب ثالث على التوالي. طبعا اعتقد يا هاني يعني النادي الاهلي مش اداء سيء في مباراه النهائي النهارده الحقيقه. النادي الاهلي عمل 5 مباريات فقط الاولانيين في بدايه الدوري بشكل كويس وطوال الفتره بعد ال5 مباريات للاسف الشديد الاداء نزل بشكل كبير جدا جدا بدنيا وفنيا وتكتيكيا وكل حاجه الحقيقه. انا يعني بحمل الحقيقه موسيماني مسؤوليه كبيره جدا في هبوط الاداء بالشكل اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت. يعني انا هقول لك حاجه في دوري الابطال في المجموعه احنا ما عملناش مباراه كويسه. أيوة. يعني لما تتغلب مباراتين من سان داونز وبعدين تعمل مباراتين اداء سيء في مباراتين المريخ واداء سيء في مباراتين الهلال لا يعني احنا المباراه الوحيده اللي احنا يمكن عملناها بشكل كويس وفاكستيف اللي في القاهره فقط لا غير. طوال الفتره اللي فاتت دي كلها لا الاداء يعني اولا هو الراجل ده عمل حاجه انا رايي ان هو لازم يتحاسب عليها. ايه هي؟ يعني الراحات السلبيه الكتيره قوي 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 اتكلمت عليها كتير حضرتك واتكلمت عليها حتى في لقائنا هنا مع بعض قريب. طبعا طبعا ودي فرقه. طب ما انت بدات الموسم كويس انت ايه الراحات السلبيه دي؟ النادي الاهلي النهارده بدنيا وفي كل المباريات اللي فاتت بدنيا مش كويسين. الشوط الثاني انت البدن بينزل بشكل كبير جدا جدا. التشكيل النهارده او التشكيل في المباريات اللي فاتت الحقيقه لا يعني حتى التطوير في اداء يعني انا اقول لك حاجه يعني فايلر مثلا عمل تطوير في اداء مثلا كل لعيبه النادي الاهلي نقطه مهمه جدا اللي بتقولها دي تطوير مستويات اللاعبين ده دور اساسي للمدرب مفتقد بشكل واضح عند موسيماني. طبعا يعني ده المفروض ده يعني حاجه يعني اساسيه في انك انت تقيم مدير فني او مدرب. النهارده فين التطوير اللي حصل في ده؟ بالعكس ده في لعيبه مستواها نزل. زي مين؟ يعني في لعيبه كانت كويسه مستواها نزل. زي مين يا كابتن؟ مشكله كبيره جدا الحقيقه موسيماني. زي مين لعيبه مستواها حتى تراجع مش اتطور؟
لا استني هاني معلش، زي مين لعيبه حسيت ان مستواها بدل ما كتير يتطور قل؟ على فترات كتيره جدا يا هاني. يعني قفشه مستواه بينزل وبعدين يطلع تاني. محمد شريف نفس الحكايه. أيه. لا التطوير الاداء اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي يعني مش موجود. انت النهارده محمد هاني يعني ازاي تاخده منتخب مصر باداء النهارده؟ او مش باداء النهارده، باداء الفتره اللي فاتت. يعني محمد هاني مستواه نزل بشكل يعني عجيب يعني. وهقول لك حاجه، ده في اساسيات المركز حتى التغطيات العكسيه ومواقف الدفاعيه واحد ضد واحد والناحيه الهجوميه يعني لا يعني في تقصير كبير جدا 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 من المدير الفني في تطوير اداء لعيبته. انت من الماتشات اللي انت بتكسبها الحقيقه الفتره الاولانيه بس، الخمس ماتشات الاولانيين اللي تعاملوا بشكل كويس، غير كده لا. كابتن رمضان هارد لك مره ثانيه وبشكرك على وجودك معنا. الكابتن رمضان اتكلم على محمد هاني. محمد هاني هو محور الحديث خلال الساعات الماضيه ما بين الاوساط الفنيه كنجوم سابقين او حتى ما بين الجمهور على مستوى التغطيه العكسيه، وعلى شال كوره حلوه الشوط الاول على فكره وخطيره جدا من قلب المرمى يعني قبل ما يخرج مستبدلا، لكن الهدف كانت هي اللقطه السيئه، والناس كمان بتقيم على الاداء الكامل هجوميا ودفاعيا. دايما في لعيب ممكن يشيل النتيجه كامله. هو حاول بكل وضوح محمد هاني، لكن لقطه الهدف الثاني ده كمان توقيتها والهدف واللي هو يعتبر قتل المباراه هو اللي حقق الانتقاد اللي حاصل. في ناس قارنتها بلقطه ارنولد، لكن اللقطه اعتقد ان هي مختلفه شويه. بتاعت ارنولد كانت تصويبه قويه قوي من بالفيردي فوصلت لفينيسيوس، حتى القوة بتاعتها كانت صعبة، لكن الكلام على التغطية العكسية ككل هي شبيهة شوية، ودي لقطة الهدف. هي المشكلة كمان انه يعني الكرة كانت رايحة بقوة متوسطة، ومحمد هاني كان الأقرب للقطة دي، لكن زهير المترجي كان أكثر جدية وتركيزا، فعرف ان هو يضغط بلمسة لا يسأل عنها أكيد الشناوي، لأن هي قريبة قوي يعني جوه منطقة الست ياردات بالشكل ده قبل ما تترد لنفس اللاعب ويسجلها. اللاعب اللي اكيد يستحق التهنئه بكل وضوح لانه اداء مثالي النهارده زهير المترجي. طيب تعالوا نروح للشارع نشوف راي حضراتكم كان ايه النهارده على اداء الاهلي. نبدا بالاسكندريه مع الزميل محمد زغلول وراي جمهور الاهلي في الاسكندريه بعد الخساره في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي. شكرا ليك زميلي العزيز هاني، وتحياتي ليك وتحياتي لمشاهدي برنامج الماتش في كل مكان. بالتاكيد اجواء الحزن هنا تخيم من داخل مدينه الاسكندريه عقب خساره اللقب الحادي عشر للاهلي. الوداد يفوز باللقب بعد فوز بهدفين مقابل لا شيء. بالتاكيد الجميع حزين هنا من داخل مدينه الاسكندريه. خلينا نعرف اراء الحاضرين والمتابعين للمباراه هنا. يعني طبعا اليوم هزيمه، شايف اسباب الهزيمه كانت ايه؟ هدفين مقابل لا شيء، الاداء بالتاكيد كان غير مرضي بالنسبه لجماهير الاهلي. الاول بقول الحمد لله، بس في ضغط، انا حاسس ان كان في ضغط على من الاول، من الاهلي ما راح في ضغط من الاتحاد الافريقي، في ضغط على اللعيبه في الملعب من الجمهور. الحكم حتى وقف ربع ساعه ولا 10 دقائق بيعدل في السماعات، عطى 4 دقائق وقت ضايع. ما ينفعش بجد، الاهلي اتظلم. مش هقول الاداء، مش هتكلم على الاداء، بس في ضغط فعلا حصل النهارده. اخطاء دفاعيه النهارده شايف كانت من ضمن اسباب الهزيمه؟ هو الهزيمه يعني مش هنتكلم على اخطاء دفاعيه، لان طبعا الاهداف بتجيب دايما من اخطاء، بس هو النهارده احنا الاهلي فريق كبير، 15 نهائي 10 بطولات، المفروض كانت تكون الاداره الفنيه احسن من كده النهارده المباراه. المفروض بعض اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره كان المفروض تأدي بشكل أكبر وأحسن. إحنا اتأخرنا قوي في دخول المباراة، مش عارفين نطلع بالكرة من تحت، فوقنا بعد الهدف. كان المفروض إن يحصل تغيير في الإدارة الفنية في المباراة عشان نواكب الضغط دوت. الأهلي فريق كبير يلعب في أي حتة، ولكن يمكن الحكم ما حماهوش في الوقت بالذات. بقول للأهلاوية والنادي الأهلي، إحنا فريق كبير وسيد أفريقيا،
نبص لبكره ونبص للي جاي. خلاص مبروك للوداد، فريق ادى اللي عليه ولعب برجوله، واحنا بنقول له الف مبروك. واحنا كاهلي بقى نبص احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه، بالذات لبعض المراكز اللي باينه قوي النهارده انها محتاجه تدعيم. هارد لك. بتقول ايه النهارده طبعا بعد خساره اللقب؟ والله بص، احنا اول 20 دقيقه كنا مستوانا ضعيف جدا، وده اثر بالسلب على المباراه من البدايه، وخطفوا الماتش في اول 20 دقيقه، وخط الوسط عندنا كان فيه ضعف جدا خلال طول المباراه حتى نهايتها. حتى الفرص اللي ضايعه مننا كانت فرص مش متجهزه من وسط الملعب، كانت كور ملعوبه من خط الظهر لغايه خط الهجوم، وده اثر طبعا بالاضافه للجمهور. بس ده مش العامل الرئيسي، لان الاهلي فريق عنده خبره عاليه، الجمهور مش ما ياثرش عليه بالدرجه. لكن مبروك للوداد كسب مباراه، واحنا لازم نفكر في اللي جاي، نعد الفريق بطريقه افضل، لان في بعض اللعيبه مش مكانها في النادي الاهلي، واحنا محتاجين تدعيم بلعيبه ثانيه عشان اللي جاي يبقى افضل. بدليل ان البطوله دي الاهلي برده ما كانش بالاداء اللي احنا متعودين عليه. وهارد لك للاهلي، الاهلي طبعا فريق كبير وان شاء الله اللي جاي احسن. اقامه المباراه يعني على ارض المغرب من ضمن اسباب الهزيمه؟ انا شايف ان الاتحاد الافريقي اساسا في نيه عند الاتحاد الافريقي ان هو يبقى البطوله دي تبقى بره مصر، بمعنى ان التوجيه كله ان البطوله ان النهائي يتعمل في المغرب، يبقى اللعيبه عندها احساس من قبل ما تروح ان البطوله محسومه لخاطر المغرب في الوداد. ده من ضمن يعني نقول ده السبب الاساسي وسبب رئيسي في ان البطوله تبقى بره المغرب. بالاضافه الى كده الضغط الجماهيري هناك، انت بتلعب في بطوله زي كده، نهائي بطوله زي كده، اتفرج للبطوله بتاعت اوروبا بتتلعب في ماتش في ملعب محايد، او بيبقى متحدد لها الملعب ده من اول ما يتلعب الادوار التمهيديه، عارف ان هو هيلعب النهائي مثلا في المغرب، انما ما يجيش بعد السيمي فاينال يجي يفكر بعد ما يوصل فريق مغربي يقول لك هناك البطوله في المغرب، طب ما تلعبتش في مصر ليه؟ طب انت اعملها في ارض محايده. ده سبب رئيسي ان البطوله تروح بره اتجاه المغرب. بالاضافه لكده الضغط الجماهيري، بالاضافه ان انت عدم مساواه في التذاكر، انت بص لجمهور الاهلي قد ايه في الملعب، وبص لجمهور المغربي قد ايه، يعني مفيش خالص يعني الموضوع منتهي من الاول. كل ده بيعمل ضغط على اللعيبه، انت لو لعبتها في ارض محايده ما هي مش اخسر، خسرت واحد خسرت اثنين انت كده خلاص في حياد بين الاثنين، انما انت رايح تلعب بطوله في المغرب وبتحدد الملعب بعد ما وصل الفريق المغربي، انت لا عايز تعمل حاجه زي كده تطلع يبقى عندك حياد من الادوار التمهيديه، قول يا جماعه النهائي ده هيتلعب في المغرب، خلاص يبقى انا رايح عارف ان انا يوم ما هوصل العب نهائي يبقى رايح المغرب، انما بعد ما قبل النهائي يتلعب تيجي تقول لي النهائي يتلعب في المغرب، طب ما تلعبش في مصر ليه؟ ماشي. التحكيم النهارده رايك ايه فيه؟ التحكيم سيء، الماتش واقف بتاع ربع ساعة، حكم يدي 4 دقايق بيحزم الماتش، شايف النادي الأهلي الظلم ظلم شديد قوي، الماتش اتلعب في المغرب، المفروض يتلعب في أرض محايدة، مفيش مكافأة خالص، جمهور الملعب كله ضد الأهلي، أنا شايف لعيبة الأهلي اتضغطت، وهارد لك للنادي الأهلي، النادي الأهلي طول عمره حامل اللقب في أفريقيا، ودي مش نهاية العالم. وكل ماتش وله ظروف، انا شايف ان كل ماتش وله ظروف، يطلع يقول لك لعيبه الاهلي وحشه لعيبه الاهلي، كل ماتش وله ظروف. وهارد لك للنادي الاهلي ومبروك للمغرب. زميلي هاني، دي كانت لقاءاتنا عقب المباراه، وعوده ليك من جديد الى الاستوديو. شكرا صديقي وزميلي محمد زغلول، وبحيي كل الاصدقاء اللي كانوا موجودين معاك في هذا اللقاء. في تساؤلات او في اراء بتتكلم على انه الأهلي محتاج يدعم بالعديد من اللاعبين في العديد من المراكز، والحقيقة إني أنا مقتنع بده، لكن هو ده بيكون لازم له كمان مدير فني إن هو يطور في اللي عنده. دي نقطة الحقيقة، النقطة الأبرز اللي ممكن تتحط في عيوب بيتسو موسيماني مع الأهلي بكل تأكيد. عندك يعني حسين الشحات وطاهر محمد طاهر على المستويات اللي بتتقدم على مستوى هجوم الأهلي، مش هي دي المستويات المنتظرة من مهاجمين ليهم أدوار دفاعية وهجومية وتسجيل وصناعة أهداف. مش بتكلم بس على الأرقام، لكن على المجهود اللي بيحصل جوه أرض ملعب. هما لاعبان مجتهدان، التطوير اللي ممكن يحصل في مستواهم ما قدمهوش بيتسو موسيماني رغم اعتماده الدائم عليهم لفترات طويلة جدا، وحتى الصفقات اللي تمت، بتكلم هنا على ميكيسوني بعيدا عن الإصابة اللي حصل له، لكن التطور كان مش كبير. قد يكون بيرسي تاو من اللاعبين الجيدين جدا، لكن ما ظهرش حتى الان بالمستوى المنتظر منه، وده اكيد بيكون دور من ادوار المدير الفني. واكيد ده هيودينا كمان لتساؤل اكيد ممكن نتكلم فيه كمان شويه،
وهو عن بيتسو موسيماني نفسه، أكيد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بتكون قاسية جدا، لكن إن هي تكون سبب في قرار سواء برحيل مدير فني أو باستمرار مدير فني، ده بيتوقف على حاجات تانية أبعد من ده. العلاقة ما بين الأهلي وموسيماني إلى أين ستسير؟ لا أعتقد إن ممكن يتبع خسارة النهاردة إقالة، خصوصا إن الأهلي مقبل على يوم الأحد ماتش مع السلوم في الكاس، وبعديها عنده يرجع المصري بالسلوم، وبعد كده عنده ماتشات بقى الدوري يرجع مرة تانية، والأهلي لسه عنده قدرة على اعتلاء صدارة الدوري، لكن مستوى الأهلي في اللقاءات السابقة ده اللي ممكن يحط معادلة إيه زائد إيه يساوي إقالة أم بقاء، ده اللي ممكن نسأله، وإن كنت أتوقع استمراره على الأقل لنهاية الموسم. لنهاية عقده بقى دي اللي أعتقد إن مش أكيدة. تعالوا طيب نروح للتحكيم. النهاردة أدار المباراة فيكتور جوميز وعاونه على مستوى الفار بملاك تسيمة. ما اعتقدش ان في قرارات جدليه قوي، باستثناء لقطه عادت مره واحده بس اللي هي كان رايح الاهلي فيها بانفراد ما بين طاهر محمد طاهر لما اتحسب عليه فاول وهو كان بيجري وبجواره اعتقد بيرسي تاو في الشوط الاول من المباراه، عادت مره واحده بس، لكن دي اللي اثارت يعني شويه تساؤلات عندنا. وطرد رامي ربيعه اللي قاعد على مقاعد البدلاء على ما يبدو انه ارتكب بحسب الحكم يعني اكيد اعتراضا واضحا بطريقه غير لائقه. تعالوا نسال الكابتن رضا البلتاجي خبيرنا التحكيمي الكبير على رايه في اداء التحكيم النهارده. كابتن رضا اهلا بيك، هارد لك بعد خساره الاهلي. اخيرا كابتن هاني اهلا بيك. مساء الفل، ازي حضرتك؟ انا يعني حزين زي كتير قوي او زي كل جماهير الكره المصريه. يعني بطوله ضاعت من ايدينا، يعني كانت في متناول النادي الاهلي. خلينا في الاول نقول ان النادي الاهلي يكسب هذه المباراه في اي ملعب غير ملعب المتاجر. يعني الاهلي لو بيلعب في اي بلد ثانيه في القاره كان يكسب. خلينا نقول ان الاهلي ضاع منه ثلاث فرص مؤكده في الدقيقه 82 و83 و85 كانت ترجع النادي الاهلي للمباراه، يعني كان قدامنا 10 دقائق. يعني لو حسنا لو جبنا الجول من الثلاثه دولت في واحده 82 و83 و85 احمد شريف واحده متعود ان هو يجيبها. الاجواء ما كانتش منصفه يا كابتن. الكلام ده بدري قبل المباراه من وقت تحديد واختيار ملعب الوداد للمباراه دي. اصلا كان كده الاتحاد الافريقي كان بيراضي الوداد تعويضا عما حدث في 2019 في مباراه الترجي الشهيره. المباراه الشهيره والتي انتهت نهايه دراماتيكيه وراحت. وبعدين للاسف اللعيبه والجهاز الفني دخلوا صرف. توتروا. طالما ارتضينا ان احنا نلعب مباراه وتتمنى ان احنا ننقى بالنادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي وبالجهاز الفني بعيد عن هذه الاجواء. حسيت ان اللاعبين ما كانوش بعيد عن الاجواء دي. بعدوا عن التركيز او فقدوا الاثنين التركيز، دخلوا كانوا طرف في هذه المشاجره. بدليل اللعيب النهارده زي رامي قاعد بره وهو لعيب مؤدب جدا. يتعرض لضرب. واحنا ما تعودناش منه حتى ياخد انذار في مباراه العدل. ما كانش مركز. حسبنا حتى قبليها انذار لسيد عبد الحفيظ رغم ان هو كان قاعد فاكيد عمل حاجه. رغم ان قبل المباراه وفي نهايتنا شفت مدير فني جنوب افريقي بحقيقه بروح ود لطيفه بيتعامل مع المنافسين سواء قبل المباراه او في نهايتها. ايوه. خليني بس ارجع اجي لجوميز سؤالك. اتفضل. ده واحد من افضل حكام القاره. عنده عداله وعنده شجاعه، انا بلومه في حاجات بسيطه لا تنتقص من عدالته يا كابتن. وانا اللي انت النقطه اللي انت حطت فيها واتكلمت على الفاول المحتسب. أيوة. هو كان تحديدا فعلا اول سد منه كان في الدقيقه 27. وده فاول احيانا في الدوريات اللي احنا لما نشوف بعض الحكام كده انا ما ببقاش راضي عنها، نقول ايه بيحزم او بيكتف فرقه او لكن اللعبه دي فعلا لعبه مؤثره ومهمه جدا، بس للامانه لما اعيدت لمحت فيها فاول فني واضح يعني يدركها حكم. لكن ما اتعادلتش كويس، يعني انا لو بخش مباراه اعيد لعبه زي دي مره واثنين وثلاثه من اكثر من زاويه. دي واحده. في لعبه ثانيه طبعا انا بلوم ان هو في نهايه المباراه في لعبه تونس سليمان في الدقيقه تقريبا 91 فاول واضح اللي هو حسبها فاول على وليد نفسه. لا كان فاول واضح للنادي الاهلي على خط 18 وبعدين احتسب فاول على النادي الاهلي، هي هو فاول لصالح النادي الاهلي ومع هذا برضو انا بفترض في حسن النية، يعني هو لم
ما قيمش فوز الاولانيه يعني، لا فوز واضح ما حسبهوش. وبعدين تلاها فوز على النادي الاهلي، وكان جميل ان وليد سليمان حتى يعني امتعض بادب ولم يبدي اي اعتراض. حاجه ثالثه، انا بصراحه دي حسيت ان وليد يعني رمي نفسه عشان ياخد الفاول يعني. لا لا كان ليها فاول حسيت يعني. لا 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 يعني كان فيها يعني اتصور كان فيها فاول. تمام. اربع ظروف ثانيه، تعطيل حارس المرمى للعب والحكم ادى 4 دقائق وقت بدل ضايع. لا انا يعني انا لو انا في مكانه ادي ما لا يقل عن 6 دقائق او 7 دقائق. لانه حتى هو اثناء اصلاح جهاز الاتصال خدوا حوالي 2 3 مظبوط اضافه لسقوط حارس المرمى اكثر من مره في استبدالات، يجي 5 استبدالات لو قلنا كل واحد فيهم 30 ثانية في انذارين، فكان مناسب ان هو يدي 7 7 وفي الاضافة للهدف الهدف الثاني اللي بلوم بيه قوي طبعا. لو انت بتسمح لي في كل مرة جدا احب اسمع، اكيد بتلوم فيه يعني محمد هاني، تسمح لي كرما منك ان انا لا ده مكانك وممكن تقدم الحلقة شخصيا لو عايز. لا لا انت جميل. لا 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 ما حدش يقدر يقعد على الكرسي بتاعك ده. العفو. بس هدلك بالامانة والانصاف والحيادية والمهنية حقيقة. شرف ليا والله يا كابتن رضا. حقيقة بتلوم فيه يعني محمد هاني في الهدف ده. هاني تكاسل خطوة. يعني هاني لو سبق بخطوة او خطوتين كان يقدر يمنع جول، لعبه مرتده كانت مفترض تيجي جول للنادي الاهلي تريحنا تجيب لنا التعادل. تخزنا فيها شويه جت مرتده بقى 2 على 3 3 على 3 واللعيب باصرار سبق وسدد وارتدت وبعدين جاب الهدف الثاني اللي صعب مهمه النادي الاهلي قوي. يعني الهدف الثاني يعني عمل لنا احباط، ومع هذا يعني القدر انصفنا وسنا لعبتين 3 العاب ورا بعض يعني دي 82 صح و83 يعني العاب سهله جدا صح. وبعدين هي 85 بتاعت شريف اللي هو متعود يجيبها. هارد لك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر، مبروك لاخواتنا واشقائنا في الوداد. يبقى النادي الاهلي هو البطل وهو الزعيم وهو هو على راس القاره كلها ولا ينتقص من قدر النادي الاهلي اكيد خساره مباراه. اكيد بشكرك جدا كابتن رضا البلتاجي على وجودك معانا كالعاده، ومره تانية حظ اوفر للنادي الاهلي النهارده على مستوى الدوري المصري الممتاز. وفي ختام الجوله رقم 21 من المسابقه، تعادل البنك الاهلي مع سيراميكا كليوباترا بدون اهداف في لقاء جمع بين الفريقين عصر اليوم. بالمناسبه انا شايف كل الانديه بتشتكي من المباريات اللي بتتلعب في وقت العصر دي، درجات الحراره بدات في الارتفاع، الدوري ده لسه مكمل معانا لحد 30 اغسطس ان شاء الله. فالفتره اللي جايه المواعيد بتاعت الماتشات الساعه 4 دي لو في قدره لابعادها او لتاخيرها شويه، لو في قدره، لان معروف ان في ايام بيكون فيها 3 و4 ماتشات، فلو في قدره على ان الماتشات تتقدم شويه ده بيكون افضل، لان درجات الحراره بدات في الارتفاع الشديد فاكيد بيأثر على مستويات اللعب نفسها. المباراه انتهت بالتعادل السلبي، محاولات من هنا ناصر منسي وكريم بامبو، محاولات من هنا باسم مرسي محمد ابراهيم، لكن لم تهتز الشباك ولا زنفلي ولا عامر، فانتهت المباراه بنقطه لكل فريق. بقى البنك الاهلي في المركز او بقى لوحده في السابع بعد ما عدى فاركو، بقى عنده 30 نقطه، اما سيراميكا كليوباترا فتوقف رصيده او بقى في المركز العاشر ب 25 نقطه زيه زي غزل المحله اللي بيمتلك نفس الرصيد من نفس عدد المباريات. تعالى نستعرض تشكيل الفريقين قبل ما نطلع لفاصل ونرحب بنجمنا الكابتن علاء نبيل. النهارده تشكيل سيراميكا كليوباترا والكابتن احمد سامي، كان عامر محمود البدري سيف اتقاء احمد محسن ومصعب البطاط على الطرفين، محمود نبيل وكامي بونسو، قدامهم محمد ابراهيم مصطفى ميسي شادي حسين وباسم مرسي. محمد ابراهيم كان بيحتفل في هذه المباراه بعودته لقائمه منتخب مصر النهائيه لاول مره من فتره طويله، وهي مستحقه جدا يا هيما وانا فرحان لك جدا، كنت اتمنى وجود شادي حسين كمان، لكن اكيد اللي جاي ان شاء الله يا شادي لانك بتقدم كل ما تستطيع ان يقدمه اي مهاجم. الناحيه الثانيه الكابتن خالد جلال بدا المباراه بالزنفلي في حراسه المرمى، قدامه احمد ياسين ودبش، اسامه ابراهيم وعاصم صلاح على الطرفين، محمود سيد واحمد سعيد ومحمد حامد في نص الملعب هم واسحاق يعقوب وكريم بامبو وناصر منسي في المقدمه قبل ان يقتنص كل فريق نقطه واحده. المفروض انه خلال الدقائق المقبله الكابتن ايهاب جلال هيعلن عن باقي القائمه،
لان النهارده صباحا اعلنت قائمه المنتخب الوطني اللي هتواجه غينيا واثيوبيا في تصفيات كاس امم افريقيا 2023. وجاءت القائمه منقوصه من لاعبي الاهلي اللي كان عندهم مساء مباراه الوداد، وبالتالي متوقع انه خلال دقائق او ساعات قليله تعلن هذه القائمه. تعالوا نشوف القائمه النهائيه الا اربع لاعبين على ما يبدو من الاهلي، وهي كالتالي: محمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد حراسه المرمى 100% سيضاف اليهم محمد الشناوي، خط الدفاع عمر جابر، عمر كمال، محمود علاء، محمود الونش، احمد حجازي، احمد فتوح لا جديد، يعود بس احمد حجازي بعد اصابه طويله، خط الوسط الدفاعي محمد النني، مهند لاشين، امام عاشور، خط الوسط الهجومي محمد ابراهيم واحمد حمدي، مبروك لاحمد حمدي الانضمام للمنتخب لاعب مونتريال الكندي او اللي بيلعب في الدوري الامريكي، ابراهيم عادل، حمد الله على السلامه، تريزيجيه، زيزو، مرموش، محمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد واحمد عاطف، مبروك لاحمد عاطف التواجد في القائمه النهائيه كاول وجود مع المنتخب. العائدون بعد غياب إذن لأول مرة من 8-9 سنوات مارس 2013، محمد إبراهيم بيعود، وقتها كانت يعني الدنيا مختلفة تماما والمنتخب كان وضعه مختلف تماما، ومحمد إبراهيم بيعود الآن، وبالتالي ده يبين لك اللاعب اللي بيحاول وبيفقدش الأمل وبيشتغل على نفسه. لف لفة طويلة أو محمد إبراهيم ما بين المقصة وراح سيراميك كليوباترا، وكان في الزمالك وهيمشي من الزمالك ومشي كل ده، وفي سيراميك كليوباترا انضم للمنتخب. لاعبون يتواجدون لاول مره هو احمد حمدي واحمد عاطف، هذا الثنائي بيتواجد لاول مره. طبعا ابراهيم عادل كمان عائد، لكن مش من غياب طويل، يعني غياب بسيط قوي زي ما انتم عارفين. طيب معنى كده انه هنعرف مين بقى الباقيين من الاهلي اللي هينضموا على حسب الحالات البدنية وعلى حسب احتياجات الكابتن إيهاب جلال. هل محمد هاني هيستبعد؟ أعتقد. هل أفشة هيستبعد؟ ربما. هل حمدي فتحي، عمرو السولية هيكونوا موجودين في المنتخب؟ هل محمد شريف هيكون موجود في المنتخب؟ دي كلها تساؤلات ننتظر الإجابة عنها بإذن الله. بعد الفاصل الكابتن علاء نبيل نجم الكرة المصرية مدرب منتخبنا الوطني الأسبق هو ضيفنا في الماتش، نتكلم أكيد عن نهائي دوري أبطال أفريقيا وخسارة الأهلي أمام الوداد بهدفين دون مقابل. الثلاثي هي عبارة عن ثلاث لعبات: سباحة ودراجات وجري. اللاعب بيلعبهم في زمن واحد، الثلاثة مفتوحين في زمن واحد، بحيث ان انا لو عندي لعبة اقوى من الثانية اللعبة بتعوض نفسها. احنا عندنا النهاردة في شرم الشيخ بتستقبل ثلاث احداث في وقت واحد، ثلاث بطولات: كاس مصر وكاس افريقيا وبطولة العرب، البطولة العربية. الحمد لله اعداد المشتركين كتير جدا، اعداد الحضور كتير. طبعا احنا دي البطولة رقم 9 لكاس العرب، والبطولة السابعة البطولة الافريقية رقم 7. احنا عملنا في شرم الشيخ من 2013 لغاية دلوقتي 2022 عملنا 9 بطولات عرب و7 بطولات افريقيا. تنظيم البطولة العربية تنظيم ولا اروع، ولا هي غريبة على يعني جمهورية مصر العربية على هذا التنظيم وعلى هذه الأحداث اللي أمانة تجمع جميع الأطياف وتجمع جميع الأشخاص اللي ممكن أنهم يطورون من لعبة الترايثلون في الوطن العربي وأيضا الأفريقي. احنا أساسا يعني الاتحاد الكويتي صار سنتين ونص، وفضل من الله يعني مجتهدين وقاعدين نطور اللعبة كثر ما نقدر، والحمد لله اليوم حصلنا على ميداليتين، ميدالية ذهبية وميدالية برونزية، وان شاء الله القادم افضل. لعبت رياسو من سنة 2015. النهارده كان في سباق البطولة العربية والافريقية للمراحل السنية، والحمد لله دخلت اول اوفر اول، ودخلت اول من سن 40 ل 44. الحمد لله يعني ربنا كرمنا، كان سباق صعب بس عملنا فيه رقم كويس. البطولة الصراحة متنظمة جامد جدا، كويس جدا. السنة اللي فاتت كان ممكن في حاجات بسيطة بس كانت محتاجة تتظبط، السنة دي ظبطوها وعملوا موضوع التشيب اللي في الرجل عشان ننزل من وتقيس سرعتنا وتقيس كل حاجة. الروت كان بالنسبة لي كان حلو قوي، كانت السباحة صعبة شوية بس الحمد لله عافرنا وجبناها. وأنا فخور عامة الحمد لله قدرت أرجع أجيب المركز الثالث في أفريقيا.
فالحمد لله يعني كانت الفايبس حلوه. دي اول بطوله ليا رسميه يعني تبع الاتحاد، فبصراحه الاجواء كانت صعبه جدا زي كانت السباحه او روت العجل، بس يعني السباق كان ممتع. هو يعني لما يبقى صعب بيبقى احسن عشان احنا حتى لما نكسب نحس بالمكسب. بطوله اكتر من رائعه طبعا، بتتحسن كل سنه عن سنه طبعا. بشكر اللواء احمد نصر على تنظيم البطوله وكل المنظمين. انا طبعا بتمرن من 2015، بتمرن كل مره بنزل شرم الشيخ كل سنه. الحمد لله النهارده حققت تاني افريقيا وعرب وجمهوريه في سبرنت من 16 ل 19 سنه. النهارده خدت تاني من سن 20 ل 24 سنه افريقي عربي وجمهوري، ودي مش اول مره اشارك في شرم الشيخ، باجي كل سنه. والتنظيم بتاع البطوله حلو جدا، ويعني بيبقى احسن كل سنه، والتنظيم بيبقى كويس. بس فنحب نشكر الاتحاد على التنظيم الكويس ده. يعني اليوم شفنا بداية البطولة كانت شوية قوية، شفنا اليوم إيليت سيدات، كان الريتم كان شوية عالي، وكانوا فيها مم متسابقات ديسكاليفيد. أنا حققت أول عرب وأول أفريقيا وأول جمهورية في التريستون من مسافة سبرنت للإتش جروب، مرحلة من 20 ل 24 سنة. طلع من المايه ثالث واحد، فنشت في العجل اول واحد اوفر اول، وفي الجري الحمد لله اول واحد اوفر اول. انا عملت النهارده اول ايج جروب فروم 20 تو 25 افريقي وعرب وجمهوريه. بس كنت موقفه سنه كامله عشان السنه اللي فاتت كنت في البطوله دي وقعت وحصل لي كسر كده، ف ويلكم باك يعني. دي اول خطوه فعلا لتاهيل اولمبياد باريس 2024، هي اول بطوله من ضمن 12 بطوله ان شاء الله عشان نجمع نقط للرانك الدولي عشان نتاهل لها. الجو طبعا جميل هنا، واحلى حاجه ان احنا بنسابق بلدنا وسط الناس بتوعنا كلهم، التشجيع بتوعنا كورس احنا عارفينه قبل كده ولعبنا هنا الاربع سنين اللي فاتوا، فعندنا الادفانتج ان احنا لعبنا في البلد بتاعتنا وسط الناس بتاعتنا والكورس اللي احنا عارفينه. يوم شاركت في البطوله العربيه لترياتلون، منظمه هي في شرم الشيخ، وانا فرحانه كثير اللي جبت هذه الميداليه الفضيه للمنتخب الجزائري مع كل الجماعه اللي معايا اليوم، فرحانين معايا وانا فرحه كثير. وعلى النظام كان مليح. النهارده شاركت في بطولة الأفريقية والعربية، خدت في الجونيور العرب أول، وخدت في جونيور أفريقيا تاني، وخدت على الإليت وومن عرب تالت. أول مرة أشارك في بطولة أفريقيا الحمد لله، والحمد لله حققت ميدالية ذهبية في الفئة العمرية 30 ل 34، ودي فينيشر ميدل الحمد لله، وإن شاء الله بقى مستنية ميدالية الجمهورية إن شاء الله أول مرة. احنا خسرانين من الماتش اصلا من قبل ما الماتش يبدا. رايي النهارده الماتش حرام الصراحه، ما كناش بنلعب، احنا اصلا كنا نايمين نايمين خالص، حرام والله ما يرضيش ربنا. الاهلي اتظلم، الاهلي كان المفروض اصلا ما راحش الماتش الاول اللي هو كان ينسحب. الاهلي دايما معودنا من مجلس ادارته من ايام صالح سليم اللي هو لو كان انسحب كان احسن من اللي هو ياخد البطوله دي. يعني بصراحه اللعيبه ما قدمتش بشكل خالص النهارده، احنا ما شفناش الاهلي خالص النهارده، ولا روح ولا عقل ولا تفكير ولا اي حاجه. تتعود ان شاء الله ونقطه من اول السطر، ونبتدي من السنه الجايه نحقق كل اللي احنا عايزينه باذن الله. ما فيش لاعب في الاهلي لعب ماتش كويس بصراحه، يعني غير طاهر. طاهر كان احسن لاعب لعب في الماتش، انما اللعيبه كلها ما فيش. هو الاهلي طبعا يستحق الهزيمه، لان الاهلي بقاله سنتين ما بيقدمش كوره. احنا السنه اللي فاتت خسرانين الدوري، السنه دي ادائنا في الدوري سيء جدا. يعني هي مش خساره النهارده بس، انت بتفرط في حقك بقالك مده طويله. كاس العالم للانديه اللي فاتت لعبت من غير لعيبتك الدوليين، النهارده بتلعب بره ملعبك وبتلعب من غير جمهورك، وبتقبل ان انت تلعب على ملعب غير محايد. فانا بحمل الخساره بالكامل لرئيس النادي. والله الاهلي قدم مباراه سيئه جدا، مفيش جماهير للاهلي خالص، ده برضو سبب من اسباب الخساره. وان شاء الله القادم افضل، ونتمنى توفيق النادي الاهلي في الفتره الجايه. لازم ننسحب، دي مهزله، مديلهم كل الملعب. هم اللعيبه بتاعتنا نازله خايفه من كتر المنظر ده، الشماريخ اللي اتضربت اصلا في الاول. حضرتك شايف منظر الجمهور في الملعب؟ يعني انا واحد زملكاوي، بس منظر الجمهور لا، يعني في ظلم كبير قوي. يعني ما فيش 500 600 واحد للاهلي والملعب كله الوداد، يعني فظلم، ظلم باين. يعني اداء يعني مش اداء،
مش ماتش نهائي ده، يعني دي مش فرقه بتلعب ماتش نهائي. ليه يعني انت حتى اصلا اللعيبه بتلعب، انت مش هتجيب الضغط كله على اللعيبه، انت لعيب اصلا نازل الملعب مشدود ومخدود من اللي بيحصل، هو بيعمل احماء هو اول ما نزل الماتش وبعد الجول الاول ما جه، انت اللعيبه كميه ميس باص، يعني ما فيش فرقه بتعمل كميه الميس باص دي. حزينين على ضياع البطوله النهارده، وكنا نتمنى النهارده ان احنا نكسب، واحنا زعلانين جدا جدا الاهلي خسر. طبعا والله العظيم حاجه ما كانش متوقعه خالص، هو اصلا الماتش متباع قبل ما يروحوا، يعني لعبه وحشه غير موفقه، غير موفقه بالمره. طبعا محمد عبد المنعم لعيب كبير برضه، هو اثر صحيح، ومعلش النهارده كان عندنا خمس ست لعيبه ما هماش موجودين في قلب الملعب خالص، هماش موجودين اساسا، فيها شغب وفيها من الجمهور، احنا كلنا عرب اولا واخرا، لكن ما يحصل من المفروض ما يحصلش، في رهب من الجماهير، في شغب، في وفي وفي في ظلم من الحكم نفسه، اللي اساسا المفروض المباراه ما تقومش على الارض، ما ارض خصم. ما كل الماتش نفس الكلام ده، حتى في الدوري الهجمات بتضيع بسبب اللعيبه، محمد شريف قدامه، بيرسي النهارده قدام الكون، المفروض يرفع كرة من فوق الجون مش من تحتيه، بيعمل حاجات غريبه. موسيماني ماله؟ موسيماني ذنبه في ايه؟ محمد هاني مش عارف يغطي العكسيه، نفس الجون اللي جه في ريال مدريد برضه اللي جابه في فينيسيوس جونيور ده، نفس الجون. محمد هاني ما بيتعلمش من اخطائه، نفس الهجمه نفس الغلط. الاهلي بس اللي بيحارب افريقيا كلها، بيحارب الكاف بالانديه اللي فيها كلها، بالانديه اللي بتاع افريقيا كلها، ما ينفعش كده. يعني حسام غالي ومرتجي قاعدين في المدرجات بيحطوا البنرات والامن، كل ده على الاهلي. فين بقى الاتحاد الكوره وفين مدير الشباب والرياضه؟ يعني كل حاجه الاهلي. لا اللعيبه ما قصرتش، هو الاهلي كان بيلعب في اجواء صعبه وصعب انه يكسب في الاجواء دي، يعني الحمد لله. يعني الاجواء اللي قبل المباراه اثرت على اداء الفريق؟ اثرت على اداء الاهلي. وقت الخسائر ممكن تبقى ردود الفعل احيانا بيغلب عليها الانفعال الواضح، لكن اكيد بيكون في بعض الاراء المنطقيه، وبالتالي تحليل الاداء وتحليل كيف تعامل المدير الفني وكيف تعاملت الاداره بيكون امر مهم جدا علشان المستقبل. اهلا بكم مره ثانيه. خسر الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد، وتوج الفريق المغربي باللقب الثالث في تاريخه بعد نسختي 2017 و92. داخل الاستوديو منورنا الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه السابق ومدرب منتخبنا الاسبق. كابتن علاء اهلا بيك، اهلا منورنا. اهلا بيك. هارد لك. يعني طبعا كله زعلان بصراحه، يعني اول مره اشوف نسبه كبيره قوي من الشعب المصري زعلان. نادي بيلعب، يعني حتى شفنا التسجيل بيقول لك انا زملكاوي بس اللي شفته ده حرام. لا في تعاطف كبير جدا، فهي الهزيمه، يعني احنا دايما كجمهور كره ما بنحبش حته الهزيمه دي، بتبقى صعبه. صح. لكن طبعا الواحد سمع التعليقات، في حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، وفي حاجات بره الملعب وفي حاجات جوه الملعب. مظبوط. هنتكلم عليها ان شاء الله. يعني طيب جوه الملعب خسر الاهلي ليه النهارده؟ اداؤه مش كويس، اداء النادي الاهلي. اولا اول ربع ساعه فرقة الوداد ضغط عليك، ما انتش عارف تنقل، ما انتش عارف تخترق الضغط اللي عليك ده، هم ضاغطين عليك من قدام من اول ربع ساعه. يعني لو كان في هدوء شويه كان ممكن الضغط اللي عليك ده كان مثلا ممكن واحده تضرب خمس لعيبه في وقت واحد من هنا نص الملعب، لكن انت مصمم تنقل واخد بالك، واتقطعت تعمل ميس باس، تعمل ميس باس، اتقطعت الكوره وجايبينها جون، اتقطعت من مين؟ من ياسر ابراهيم اللي هو راجل سيرد باك اللي ورا، قبليها برضو كوره في العارضه. مظبوط. اللي يزعلك بقى اللي انت بعد المباراه مسكت المباراه لغايه نهايه الشوط، لكن برضو لما تيجي تقول اهداف ضايعه، مفيش غير كورتين من الكورنر اللي هو رفعهم علي معلول، واحده ياسر ابراهيم وواحده طاهر محمد طاهر. مفيش الجمله التكتيكيه اللي انت بتاعت معلول اللي لعبها كيرف كده لحسين الشحات لكن استلمها. لكن يعني لا انا بتكلم على كوره جون. أي. يعني واخد بالك. الوضع الطبيعي اللي انت داخل معنويا ما بين الشوطين، انت داخل مهيئ تماما، اللي انت خلاص الرهبه اللي موجوده راحت، ودي طبعا مش متعودينها ولا جمهوره متعودها من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيخاف. او ربع ساعه كان واضح جدا ان في رهبه غير طبيعيه وشده غير طبيعيه. الرهبه دي راحت، وللاسف اللي انت في الربع ساعه اللي انت كنت فيها سيء دي جه في الجون، مسكت الجيم بعد كده وقدرت توصل للجون، وخلاص المباراه بالنسبه لك بقت عاديه. كان لازم تطلع الشوط الثاني عندك الروح والاراده اللي انت تجيب الهدف بتاع التعادل عشان تخش في الجيم ثاني. ايوه. لكن في الوقت ده
راح جاي في الجون تاني. مظبوط. من خطأ بصراحة يعني خطأ فادح يعني خطأ كبير جدا. مش يعني المشكلة ايه اللي احنا برضه بنزعل بنقول ايه فلان وفلان وبنيجي عليه لا لا هي هو خطأ وارد جدا بيحصل اخطاء في اللي. لكن هو الخطأ جه جون تاني عارف انت جه زي يعني حد هدك وخطأ وارد جدا اللي انت كنت ممكن تطلعه لكن انت حبيت تحجز او تعديها وتقطع وتشاطط وترد التاني وجون. فالمباراة السيناريو بتاعها مش قوي يعني مش ده اداء النادي الاهلي. عجبني واحد بيتكلم يقول لك ايه النادي الاهلي بقاله 6 ماتشات في الدوري العام والناس قلقانه والحاجات دي. لكن النادي الاهلي في نفس الوقت هاني معود جمهوره في مباريات معينه ما تهربش من النادي الاهلي. يعني كل حتى انا النهارده كنت في احدى القنوات بقول لا النادي الاهلي معودنا في في مباريات فاصله وحاسمه بيبقى اداؤه غير خالص غير اداؤه اللي هو موجود في الدوري. ايوه. فطبعا الجمهور النهارده زعلان جدا جدا وهنلاقي بقى ايه اصل نازلين مش عارف خايفين نازلين مش عارف في حاجات مؤثرات خارجيه طبعا وضع طبيعي جدا. المنظر العام قبل الماتش كان كله قاعد مشحون بصراحه يعني. مظبوط. منظر طبعا الجمهور كان قوي جدا وانا يمكن كنت معاك في حلقه من الحلقات يعني بس الروح الرياضيه كانت غالبه جدا ما بين الجمهورين وتحديدا ما بين اللاعبين. دي حقيقه في الفريقين. دي حقيقه. دي نقطة انا كنت خايف احيي عليها توصل. الطرفين. دي حقيقه. دي حقيقه لما نيجي نرجع كده بالزمن لورا لا كان في مشحنات وكانت في مشاكل صح. كبيره لا صح. المره دي كان ده بيقع وده بيقوم والحاجات دي كلها لكن اداء النادي الاهلي النهارده الناس زعلانه هاني من ان شافوا فرقه الوداد في هدف بيلعب عليه هيكسب عايز يكسب من اول دقيقه لاخر دقيقه ضاغط روح عاليه جدا روح قتاليه الكوره بتشط واحد حط وش في الكوره هي دي بيديك الاحساس اللي الفرقه قدامك عايز جوه الماتش جوه الماتش لكن النادي الاهلي كان بره الحته دي النهارده خالص يعني. طيب يسال موسيماني بدرجه قد ايه على خساره الاهلي النهارده ده الرجل نفسه اللي توج بنفس البطوله في النسخه السابقه والسابقه لها. طبعا دايما الهزيمه تشكيل وحش اللي مش عارف ايه الحاجات دي كلها لكن انا كنت مستبعد خالص بدايه حسين الشحات. ليه؟ مش ماتشو يعني انا كنت متوقع ان انت في وسط الزيطه دي عايز واحد بيلعب لعيب كوره ومن اخر مره قلت لك قفشه بقاله فتره من احسن اللعيبه اللي موجوده ورجع لمستوى تاني كان لازم قفشه يبتدي بحيث اللي هو الوحيد اللي يقدر يلعب قفشه وعبد القادر وطاهر زي ما أيوة بدا عادي ايوه و بيرس تاو كان راس حربه هو اتحرك كتير على فكره حقيقي اتحرك كتير جدا ايوه بس في الاخر انتاجه هو وصل للجون ولكن لو ترجم المجهود اللي عامله ده بجون كان الناس سامحته لكن الكره اللي شالها التكناوتي بايديه وهو بيحاول يروج بيرسي تاو دي برضو براعه يعني عمل استنى بقى ابص على عمل مجهود غير طبيعي صح تمام فكان ممكن يبتدي بمحمد شريف تمام كراس حربه وكان يخلي بقى البديل بيرسي تاو يخلي حسين الشحات لكن دايما وكان ممكن البدايه كان توفق وكان يقول لك تعامل وسوى وشاف لكن هي طبعا كوجهات نظر النهارده اللي انا النهارده اللي انا يعني بلغه الكوره ايه ما شبعتش منهم نص الملعب اللي هو ايليو ديانج وحمدي فتحي الاثنين كانوا بره الخدمه بره الخدمه الاثنين وكان المفروض هم يبقوا حلقه الوصل ما بين الحته الدفاعيه والهجوميه كان هو ممكن يستلم الكره في نص الملعب ويبتدي التحركات الناس اللي تحت راس حربه يتحرك لكن ما كانوش موجودين النهارده فقدوا خالص الحته دي. الاهلي افتقد بشكل عام عمرو السوليه النهارده في البدايه ولسه افتقد مش هيوصل المستوى اللي الناس مستنياه الا بعد فتره بسبب الاصابه الطويله مصاب من يوم 27 ابريل اللي فات وقت مباراه الاهلي مع طلائع الجيش وغاب عما بعدها سواء محليا او قاريا لم يشارك الا النهارده في الدقيقه 70 من المباراه والاهلي اكيد افتقد وجوده في 70 دقيقة السابقة احنا كنا بنحسدهم يعني كنا بنقول اقوى خط نص ملعب في مصر الثلاثة لما كانوا بيلعبوا مع بعض في الماتشات الدوري حقيقة كان من اقوى خط نص في الدوري كله هو خط نص النادي الاهلي لكن طبعا بيبقى في ظروف طارئة اصابات حاجات من دي ده هيودينا اكيد سؤال للجهاز الطبي للاهلي هل ترى تقصيرا
مع كثرة الإصابات مع طول مدة الإصابات؟ لا، ما انا الاصابه بالظبط محدش يعرفها. الاصابه بالظبط لاي لاعب يعني محدش يعرفها غير الدكتور والجهاز الفني. تمام، لان ساعات بيبقى ما بيحبوش يخضوا جمهور لده اصابته هتقعد قد كده، لكن وارد جدا او واضح كمان ان الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي ما فيش حاجه يعني السنه دي تختلف تماما يعني. لكن وارد جدا ان هو الاصابه تطول، وواضح جدا ان الاصابه قويه بالسهل. مظبوط، تاكيد الاهلي طول الايام اللي فاتت ان عمرو السوليه جاهز وسليم، ده مايند جيمز كمحاولة من فرض الهدوء على المعسكر. ايوه على المعسكر، والاطمئنان بحالة اطمئنان للجمهور بتاعه وليه هو شخصيا اللي انت جاهز، يعني دي بتساعد برضو اللعيب. عارف انت لما بتقول للعيب انت لسه عارف يجيله حالة احباط، لكن لما دايما يقول عمرو السوليه جاهز والحاجات دي كلها، لكن طبعا طاهر محمد طاهر عجبني النهارده كابتن، من احسن مباريات اللي عملها الاول تحديدا. الشوط الثاني رجع للخلف بقى ظهير ايمن، لكن رغم كده كان يعني احسن مباراه يعني. انا كان في واحد صديق ليا على التليفون وانا جاي بيقول لي، بقول له طاهر عامل جيم كويس، قال لي يا كابتن ما تقولش كده ده على الفيسبوك ماسكين طاهر. قلت له ليه؟ انا شايف وجهه نظري الشخصيه انا كالفنيه ان طاهر من اجمل المباريات اللي عملها النهارده. لا بالعكس، في الشوط الاول كان من اكثر اللاعبين ثقه في نفسهم. وكان بينقل الاهلي قدام، بالدليل الراجل ما طلعوش 90 دقيقه. واخد بالك؟ ف مباراه من المباريات القويه لطاهر بصراحه يعني. طيب الاهلي المفروض ان هو هيعمل خلال الايام اللي جايه بحسب ما كان اعلم من ايام، انا موافق العب الماتش ومسافر، لكن هعمل مؤتمر صحفي لتوضيح كافه الحقائق بعد المباراه النهائيه. ماذا تتوقع ان يقدم الاهلي في المؤتمر الصحفي؟ وماذا يتوقع الاهلي النتيجه من اللي هيعمله؟ ربما كشف حقائق مثلا لجماهيره، لكن مش هتجيب اي نتيجه ثانيه. اكيد خلاص. يعني زي ما منتخب مصر والليزر ومش الليزر، وقلت لك هنا هاني انسى ان الماتش هيتعاد، وخرجت ركبت العربيه وروحت ولقيتكم من تاتك انت اصلك مش عارف مش متشائم وانت مش عارف مش عايز ايه، الوضع بيبقى يعني الرؤيه واضحه. تمام، النادي الاهلي لازم يوضح لجماهيره ايه اللي حصل. لاني برضو انا اتفق معاه اللي هو يوضح، لان في بعض الجماهير سمعت التعليقات يقول لك لازم ما نروحش، انا بحمل مش عارف مسؤوليه لرئيس النادي. انا لا، لابد من ان الامور تتضح لجماهيره عشان الموضوع يهدى خالص. صح. والناس تبتدي، لسه في بطوله الدوري ولسه دور الجمهور قوي جدا مع ناديه، لان طبعا طول عمر النادي الاهلي بينافس على الدوري في كل سنه يعني. فاعتقد ان المؤتمر ده لوضوح الرؤيه، لان وارد جدا ان هو ما كانش عايز يتكلم عشان اللعيبه ما تخشش في بقى في حوار. بس الاهلي اتكلم كتير، هو قال ان احنا بنفصل، اتكلم كتير بس جه في وقت فصل. اتكلم كتير وكلنا قلنا ايه مش عايزين الكلام ده يخش اوضه اللبس، فاكر؟ لكن في وقت فعلا هو قطع. لكن طبعا في حاجات حصلت واتعملت ولازم الجمهور يعرفها، لان طبعا ده بيبقى التواصل ما بين النادي وجماهيره. بس فده اعتقد اللي هو للجماهير مش هيبقى في نتيجه يعني ايجابيه ليه من اتحاد دوله والافريقي يعني. في النسخه قبل الماضيه كان مر الاهلي من الوداد في الدور نصف النهائي عشان يلتقي مع الزمالك اللي كان بيمر وقتها من الرجاء البيضاوي المغربي. كسب الاهلي في المغرب بهدفين دون مقابل، وكسب هنا في القاهره بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. الهدف الوحيد للوداد كان قد سجله بنفس تقريبا الطريقه بتاعت النهارده زهير المترجي نفسه، لكن وقتها خسر الوداد. فالنهارده بتسجيله هدفين وانتصار الوداد فهو اكيد بيعتبره ردا بالنسبه ليه، هو كان من افضل اللاعبين النهارده اللاعب صاحب الهدفين زهير المترجي اللي احتفل بلقب رجل المباراه. الفرقه فرقه الوداد فرقه تحترم، يعني الواحد يقول اللي يقول عليه، مقفلين دفاعين كويس قوي، بيضغطوا كويس قوي. صح. 4-1 4-1 زي ما بيقول الكتاب، الاربعه يعني بيضغطوا بشكل متقدم، يحيى جبران بيسند معاهم وراهم عشان يامن يعني الخط الخلفي. بص عليهم. لا يعني احنا طبعا بنقول النادي الاهلي ما عرفش يوصل ولا لكن لا كانت الامور صعبه عليه، لان هم مقفلين كويس قوي والضغط بتاعهم قوي جدا. والتايمنج بتاع الضغط رهيب يعني. يعني ده جاي برضو من الحماس. اللي لفت نظري ان استمر الكلام ده 90 دقيقه. صعب جدا اللي انت بالمجهود البدني ده تعمل اللي انت بتعمله ده في خلال 90 دقيقه. مزبوط. كان في اوقات بيضغط من قدام. في كان واحد من بره كان كنت شايفه بيضغط من قدام. في اوقات دقيقتين ثلاثه يبتدي يقابل نص الملعب. فالمباراه كانت تكتيكيه
وواضح جدا طبعا ان التسديد على المرمى عندهم من الصفه بتاعتهم او مميزاتهم اللي هم بيشوطوا كتير على الجول. ماذا بعد؟ الاهلي عائد الان الى المسابقات المحليه، لا كاس عالم جديد للانديه سيشارك فيه الاهلي، عائد الى ماتش المصري بالسلوم في الكاس، ثم لقاءات الدوري اللي هيحاول بيها ان يعوض فارق النقاط اللي جناه الزمالك وبيراميدز في غياب الاهلي افريقيا، شايف ازاي يتعامل الاهلي المفروض؟ ده طبعا هنا بقى دور الجمهور يعني. هنا جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي، لابد من هو يقف جنب فرقته، ولازم بيحصل اخفاقات، عمر ما في نادي بيكسب على طول، ولازم نقتنع بهذا يعني. في دروب في المستوى حصل، فيش مشكله. لكن يعني ايه جمهور نادي بيحب لعيبته وجماهيره على علاقه قويه جدا بالنادي وحبه للنادي، هو ده الدور بتاع الجمهور نفسه. لكن اعتقد ان النادي الاهلي قادر اللي هو يرجع وزي ما بيقولوا كده يقفل الصفحه دي ويبتدي يبص على الدوري، لان يعني لا عزاء لجماهير النادي الاهلي غير الحصول على الدوري. الحصول على الدوري. وده بقى اللي هيخلي الدوري كمان بقى ايه يحلو اكتر. وهل تراها فرصا كبيره للاهلي بالتتويج بالدوري السنه دي؟ ولا شايفها تبقى الدنيا هي طالعه نازله؟ خلي بالك مفيش هتستمر بشكل الطالع والنازل. هتستمر. هتستمر لغايه بقى في الاخر هنلاقي فرق الصغيره هي اللي بتتحكم مين هياخد الدوري. صح. يعني هتلاقي الفرقه بقى اللي مش عايزه تهبط وقدامها ماتشات كبيره والحاجات دي كلها. لكن لازم نعيش الجو ده. ما مش هنقدر نعيش في كآبه يعني بصراحه يعني. يعني لازم الجمهور يعرف ان لازم هنعيش الجو بتاع الدوري والحاجات دي خلاص. احنا بقى لنا فتره يعني على المستوى الدولي او على مستوى افريقيا الانديه، يمكن الزمالك خرج والنضال النهارده النادي الاهلي خرج او وصل نهائي وما قدرش ياخد البطوله، منتخب مصر بطوله عربيه، خرجنا من كاس عالم وما خدناش امم افريقيا، ففي اخفاقات. في رساله جات لي من صديق اول ما عرف ان حضرتك الضيف النهارده هتنورنا، قال لي يا ريت بقى تقول لكابتن علاء نبيل، عرفت بقى ان كارلوس كيروش كان عامل من وصفه يعني الفسيخ شربات ان احنا مش المنتخب الرائع يعني، ورغم كده وصل لمرحلتين نهائيتين سواء في امم افريقيا او كاس العالم للانديه او كاس العالم على مستوى التصفيات. هو بيوجهها ليك باعتبارك من المنتقدين الدائمين لكيروش يعني. ده متابعني. لا برضو انا عندي راي برضو. انا بص يا هاني برضو هتكلم، احنا بقالنا 5 سنين بهذا الجيل. قول لي بطوله واحده خدناها على مستوى الدولي. ما خدناش. هو الوصول النهائي للمنتخب لمصر دلوقتي لجماهيره هو ده الانجاز؟ يعني هل الوصول للنهائي هو ده الانجاز؟ لا، احنا مصر لا يعني دايما بطولات. على الاقل بتخرج بالبطوله بيبقى الناس كلها مبسوطه بادائك. لكن انت لا اداء ولا 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 بطوله خدتها في خلال الخمس ست سنين دول. عمال تغير في اجهزه، غيرت 5 اجهزه على المنتخب ده. لكن كل واحد ليه فلسفته وكل واحد ليه طريقته. مش عشان النادي الاهلي النهارده خرج يبقى الكروش عامل فسيخ شربات. عامل ايه؟ عامل ايش؟ ايه الشربات اللي عامله؟ عايز اعرف نوع الشربات اللي عامله كروش. ما اعتقدش اللي هو يعني. طيب. انا عندي راي على فكره، خلي بالك يعني. طيب قبل ما نروح مره ثانيه لبعض اراء الجمهور النهارده بعد خساره الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، تعالوا نشوف ماذا قال المتوج المدير الفني للوداد وليد الرجراجي بعد الفوز على الاهلي بهدفين دون مقابل. تصريحات الرجراجي في المؤتمر الصحفي كانت كالتالي. قال ليس من السهل ان تلعب نهائي افريقيا ضد الاهلي، لكننا قدمنا كل شيء بالملعب وحققنا الفوز. اشعر بالسعاده بعد الفوز باول القابي في دوري ابطال افريقيا. بطوله افريقيا اصعب بكثير من اسيا، هنا تلعب ضد الاهلي او تلعب ضد الاهلي والرجاء وفرق اخرى قويه. قال في تصريحاته وليد الرقراقي ايضا، اليوم كنا ريال مدريد والاهلي كان ليفربول، لانه كان امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي ان الاهلي هو ريال مدريد افريقيا، فالنهارده بيقول ان احنا بقى كنا ريال مدريد. قال انه على مستوى الكوره والتاكتكس يعني تركنا لهم الكوره ونجحنا في التسجيل من الهجمات التي اتيحت لنا، اغلقنا امام هجومهم المساحات ومنعنا خطورة بيرسيتاو. اللاعبون قاتلوا بشكل كامل في المباراة واستحقوا الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. أما ما قاله بيتسو موسيماني
فهنستعرض اكيد كمان شويه ايه اللي قاله، لكن اهم ما قاله ان الفريق الافضل هو من خسر. لا انا عاجبني تصريحاته جدا على فكره بتاعت وليد. اه ايه اهم ما عجبك؟ راجل بيعترف ان هو واخد البطوله من النادي الاهلي. دي في حد ذاتها وسام يتحط على صدر النادي الاهلي، ان يعني كل الفرق عامله له حساب، وراجل متوج افريقيا وليه هيبته في افريقيا. راجل بيمثل مباراه بمباراه ريال مدريد وليفربول من اجمل المباريات اللي الواحد شافها. لا يعني عايز اقول لك حاجه، ما شفتش تصريحات من المغرب من سنين. انت النهارده بنقول ايه؟ في جو النهارده غير خالص. جو الاخوه واللعب والحاجات الجميله اللي احنا كنا مفتقدينها. بس الاهلي اشتكى طول اليوم النهارده من بره من الامن والتعامل والمدرجات والبانرز ما هو كان برضو كان المدربين وكانت اللعيبه بتقول تصريحات بتساعد برضو على الجماهير وشحن الجماهير. النهارده لما المدير الفني بتاعك يطلع يقول هذا الكلام، فريق الوداد يقول هذا الكلام، لما اللعيبه في الملعب ما كانش في حد داخل في ازاء متعمد، او كان اللعيب بيقف او بيقع ويقوم بيجيبه من ايده بتاع، كان في منظر كويس. صح صح، كانت روح ايجابيه جدا. دي كانت تصريحات وليد الركراكي المدير الفني للوداد والمدير الفني السابق للدحيل القطري، كان بيلعب معاهم دوري ابطال اسيا وتوج بلقب الدوري القطري سابقا نسخه 19-20 زي ما حضراتكم عارفين. تعالوا نشوف رد فعل جمهور الاهلي في البحيره، وبعدها نرجع نشوف ماذا قال بيتسو موسيماني في وجود الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه في الماتش. هو النادي الاهلي النهارده ما كانش موجود اصلا. اللعيبه عندها تراخي، عندها عدم اعتناء، او ما عندهمش الروح اللي هي كان الاهلي متعود بيها دايما يلعب ماتشاته. ورغم كده ضيعوا فرص برضو، مش ما ضيعوش، بس للاسف ما كانش يومهم خالص، اكنهم ما حضروش الماتش. وده كان طبعا موسيماني ليه تاثير كتير على الموضوع دوت، التشكيل وطريقه اللعب، اخطاء كتير جدا جدا جدا. الحكم كان في منتهى الجمال، ممتاز جدا 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 علينا ولينا. وملحوظه صغيره، مش كل الاهلاويه اللي زعلانين بس، لا ده كل مصر اللي بقت حبات النهارده زعلانه، سواء اهلاويه او زملكاويه، انما قدر الله ما شاء فعل. شايف النهارده هزيمه النادي الاهلي، يمكن مستر موسيماني تعامل مع تشكيل المباراه النهارده، يعني كان في تشكيل ده اثر على اداء فريق الاهلي بدايه طبعا التشكيل اثر خالص، يعني لان هو كان في البدايه كان المفروض كان ينزل المجموعه اللي هي الاخيره اللي هي، وهو في الحقيقه ضاع منهم حوالي من 4 جوال، وكان حظه سيء النهارده، وهارد لك النادي الاهلي. شايف النهارده طبعا هزيمه النادي الاهلي النهارده شايفها ازاي؟ التشكيل بتاع موسيماني ما كانش، كان المفروض كان بدا بقفشه ومحمد شريق وصلاح، انما التشكيل بتاعه غريب. وبعدين الكره يعني غلو ومغلوب، وهارد لك للنادي الاهلي. ويعني طبعا الاهلي ما حضرش الا هم التلت ساعه الاخرانيه هو اللي بان، انما طول الشوط الاولاني السيطره كامله لنادي الوداد. شايف الهزيمه النادي الاهلي وخسارته اللقب الافريقي النهارده من الوداد المغربي ازاي؟ الهزيمه النهارده شيء محزن جدا للجمهور المصري كله باختلافات انتماءاته كله، لكن شايف موسيماني النهارده اتاخر في التغييرات كتير، بعض الاشياء اللي حصلت قبل المباراه مع الجماهير مع اللعيبه مع الضغط العصبي، كل ده اثر طبعا بالاكيد على اللعيبه كلها، لكن برضه الاهلي هيفضل هو قامه وقيمه في افريقيا وهو بطل افريقيا. بقاء الحمد لله النهارده بورسعيد فادت يعني احد محبي مصر كلها، وكان خيره على الدنيا دي كلها، وفي نفس الوقت عطى لمصر كتير وعطى لبورسعيد كتير. النهارده نحتسبه عند المولى عز وجل. مش هيدوس الدكتور حسني غندر في حياته الدوله المصريه متماثله في اللواء عادل غضبان، اطلق اسم الدكتور حسني غندر على المدرسه الرياضيه، فهو تكريم الدوله المصريه لاحد ابنائها اللي قدمه الكثير للرياضه المصريه. هو راجل عطاء، عطى لمصر كتير وعطى لاتحاد الشركات كتير جدا جدا، وكل يكفي ان كل الدعم اللي كان بيعمله لكل عمال مصر. النهارده مصر فقدت احد ابطال العاملين والعمال.
الجمال في الدوله المصريه. دكتور حسني غندر اسم لن يتكرر ونادر الوجود، والنهارده شفته جمهور الرياضيين واهل بورسعيد. انا بتذكر ان تتحمل مسؤوليتي لرئاسه المجلس القومي للرياضه والاحداث اللي كانت بتمر بيها مصر، دكتور حسني غندر كان حاطط في اعتباره ان بورسعيد لازم تكون موجوده على الساحه الرياضيه، وكنا بنعمل الانشطه فيها، وكان دايما يعني دوره الشركات كل الاتحادات النوعيه شهادتنا فيه مجروحه، بس النهارده احنا لازم نقول شهاده حق. هو طراز فريد لرجل رياضي محب للرياضه تبوء كل المقاعد. احنا فقدنا يعني علم وحد كده، حد جميل. ودكتور حسني كان من الناس اللي لها اسم ولها تاريخ في الرياضه المصريه عامه. واحنا يعني احنا مش عارف اقول لك ايه، احنا يعني الله يرحمه، غير الله يرحمه ان شاء الله باذن الله، ويجعله في ميزان حسناته ان شاء الله، كل خير عمله ان شاء الله باذن الله. يعني دكتور حسني اخ وصديق واب ومعلم وقدوه ومثل، مسيرة طويلة جدا من العطاء، يعني رمز للعطاء والوفاء لآخر أنفاس الإنسان. الراجل توفى امبارح، وفي آخر يعني لسه السكرتارية بتاعته تقول له مكلمهم الظهر بيجهز لاجتماعات والبطولة العربية اللي كان هيعملها بورسعيد لخماسية كرة القدم. نموذج مش ممكن. دكتور حسني الإنسان حدث ولا حرج، أنا كنت قريب منه. قل الزمان إن احنا نشوف أحد رموز بورسعيد رحمة الله عليك دكتور حسني غندر، أحد الرموز الطيبة وآخر الرجال المحترم البورسعيد. اللي أنت عملته واللي أنت تركته لنا جميعا في ميزان حسناتك، ونقول لك رحمة الله عليك، لأن أنت كنت عاشق بورسعيد وتحب بورسعيد وعاشق لمصر كلها. رحمة الله عليك دكتور حسني، وأقول لك في جنة الخلد إن شاء الله، لأن أنت عملت كتير لبورسعيد وعملت كتير لأحبائك في بورسعيد. رحمة الله على الدكتور حسني غندر، أحد أهم القامات الحقيقة اللي اشتغلت على مستوى تطوير مجال الرياضة على مستوى الشركات. ولا أنسى منذ عملي في إذاعة الشباب والرياضة إصرار الدكتور حسني غندر الدائم على إقامة دوري الشركات، وبالتالي اهتمام حتى وسائل الإعلام بتغطية ده لما يهدف كان إليه لنشر الرياضة على كل المستويات. صاحب الخلق الرفيع، الشخص المحترم جداً اللي تعاملاته كانت مع الكبار ومع الصغار بنفس الأخلاق وبنفس الذوق، رحمة الله عليه. فقدنا قيمة عظيمة، فربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله ويصبر كل الوسط الرياضي وكل الأوساط حتى على مستوى الشركات اللي تعامل معها الدكتور حسني غندر. أهلا بيكم مرة تانية، منورنا من جديد الكابتن علاء نبيل. خالص العزاء في وفاة الدكتور حسني غندر. طبعا بنعزي أهله وبنعزي مصر كلها بصراحة. الراجل زي ما انت تفضلت قلت كان من دوري الشركات ده معروف حقيقي. دكتور حسني غندر يعني صح. طبعا دي سنة الحياة، وربنا يرحمه برحمته يا رب كده، وبنقدم لأهله خالص العزاء يا رب. وإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون مسوى الجنة إن شاء الله، وربنا يغفر له ويرحمه. طيب نشوف ماذا قال بيتسو موسيماني بعد طبعا خسارة اللقب. أغلب تصريحاته متجهة ناحية إن الأمور لم تكن عادلة، مش على مستوى المباراة لكن على مستوى ما أحاط بالمباراة من تفاصيل. ده اللي قلناه بالظبط. ماذا قال موسيماني؟ قال إن خسرنا النهائي في ظروف غير طبيعية، الفريق الأفضل هو من خسر. عندما تلعب في أرض محايدة وعدد جمهور متساو فيمكن وقتها أن نتحدث عن الفوز والخسارة، وقتها عفوا. وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم. تلميح واضح لأن الكاف يعني سعيد بخسارة الأهلي. لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك. البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأنني خسرت، ولكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل. الجميع يعرف أن السولية مصاب ولهذا لم ندفع به من البداية. كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة، وكذلك محمد شريف. ليس لدي مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت، خاصة في الشوط الثاني. كان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعاته في 3 دقائق، والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من 3 دقائق. اتفق مع ده الكابتن رضا البلتاجي من شوية وقال إن كان المباراة فيها 6 أو 7 دقائق وقت بدل ضائع، في حين أشار الحكم بـ4. قال موسيماني إنه بالإضافة إلى
صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، متفق طبعا، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف. لكن ده لا ينفي أن الوداد تفوق فنيا على الأهلي النهاردة، سواء على مستوى المدربين أو على مستوى اللاعبين، وإن كان لموسيماني جزء كبير من الحق في اعتراضه على المعطيات. هي انتقادات، يعني هو بيتكلم عن 6-7 دقايق، الحكم ادى قد ايه؟ 4 دقايق. طيب يعني انت بتتكلم في 3 دقايق، هل هتقدر تجيب جونين في 3 دقايق؟ بس هو المشكلة تضييع الوقت، ان هي بتهدي. لا لا لا، لا السؤال انا عايز اساله بقى ايه موضوع الكور ده؟ ان الكور دي غريبة الشكل، ده كانوا يعني. ده كانوا ضربة مرمى بنجيب الكورة من الاوت علشان خاطر اللي ورا ما بيبصوش الكورة، والشناوي غير الكورة مرتين. يعني الكورة نفسها ما كانتش الكورة نفسها بشكل جيد، حاجة غريبة يعني الحكم بيراجع على الكور كلها قبل المباراة يعني. دي كانت يعني نقطة غريبة جدا، موضوع الكور دي ما حصلتش قبل كده في نهائي كور تتغير يعني اكتر من كورة، تقريبا مرتين اتغيرت، مرتين او ثلاثة. تمام. طبعا احنا في اول حلقة اتكلمنا هاني عن النادي الاهلي هيعمل بيان وهينزل وهيصارح بالحاجات اللي هي كان المفروض يقولها وما اتقالتش عشان ظروف المباراة يعني. طب هل الاتحاد الافريقي بعد اللي حصل ده هيتعلم من اخطائه؟ هل من العدل، وانا قلتها قبل كده واحنا قلتها معاك، النادي الاهلي قدم لنهاية افريقيا تلعب عنده والوداد قدم، او ما اي فرقه توصل للنهائي، النهائي ما تلعبش عندها. اي فرقه توصل للنهائي لو هتلعب مباراه واحده، اي فرقه دي بتلعب نهائي ما يلعب لا، او تعلن عن ده من وقت مبكر، يعني وهو تعمل لسه واحد 16 ولا تعمل واحد 2 3. تمام. المباراه من مباراه واحده هاني ارض محايده خلاص، يا اما تلعب مباراتين زي المنظر اللي كلنا شفناه في المغرب النهارده. لازم كان المنظر ده كان يبقى في استاد القاهره النهارده في نهائي اول مباراه الاولانيه، كانت لو كنا النادي الاهلي لعبها هنا. لازم الجمهور ده يبقى موجود مع فرقته في التوقيت ده، وجمهور المغرب موجود مع فرقته. صح. ايوه، ما يفوز بقى هي دي. صح. عشان ما يبقاش فيه مشاكل، في افضليه لحد على التاني قبل دخول وتعلنها قبل البطوله يا جماعه. صح. النهائي في ارض محايده، اي واحد هيوصل للنهائي مش هيلعب على ملعبه. زي ما مثلا في التصفيات، اعتقد ان من السنه اللي جايه هتبقى المباراه هترجع مره ثانيه النهائي من ذهاب وعوده يعني. اعتقد متهيألي يعني بعد لكن ما كانش لينا احنا دور اكثر قوه المفروض نعمله في مواجهه، والكلمه دي بتزعل اشقائنا في المغرب، لكن في مواجهه النفوذ المغربي في الاتحاد الافريقي لكره القدم، مش كان المفروض احنا كمان نحارب بقوه من خلال من يمثلون مصر في الكاف؟ دي بقى بتبقى قصه كبيره هاني بقى، هنخش في ان كان احنا كنا كده. في فتره من فترات كنا كده. كنا اقوياء جوه الاتحاد الافريقي. لكن واضح بقالنا فتره مش متواجدين في الاتحاد الافريقي. خلاص اللعبه اتعرفت، جوه الاتحاد الافريقي كل ما يدور جوه الاتحاد الافريقي خلاص اتعرف، وبقى يعرفوا السكه منين وبقى يخشوها، وبدات تبقى ليك منافسين اقوياء جدا. في الوقت انت كنت فيه قوي جوه الاتحاد الافريقي، لا في ناس بنفسك بقوه. طيب هل تتوقع من الناحيه بقى الفنيه تغييرا بشكل او باخر في الجهاز الفني للاهلي، سواء من راسه موسيماني او في افراد الجهاز الفني؟ على ما اعتقد الاجراءات القانونيه للعقد موسيماني اللي هو بخلص كل حاجه قبل افريقيا. هو العقد ممضي خلاص. سنتين جديدتين وشرط جزائي 3 شهور على الطرفين في حاله الفسخ. ما اعتقدش ان النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي من النوع اللي هو بيتسرع في القرارات اللي هو تغيير والحاجات دي كلها، لا. الاهلي من جانبه رد على هذا التساؤل بخلال خبر رسمي نشره منذ قليل على موقعه الرسمي، ونفى فيه نفيا قاطعا ما تردد عن دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لاجتماع طارئ تدرس فيه اتخاذ قرارات تخص الجهاز الفني للنادي الأهلي بحسب ما نشر، وقال إن كل ما يقال في هذا السياق عار تماما عن الصحة، لأنه كان اتكتب إنه احتمال يحصل تغيير في الجهاز الفني بشكل ما، فالأهلي مباشرة رد بإنه ما فيش اجتماع زي ما اتقال، وإنه ما فيش حاجة تخص الجهاز الفني. هنفضل زي ما احنا، مش هنتغير والله. بعد الماتش ب5 دقايق منشت موسيماني خلاص يعني هيمشي. ايش عرفك؟
ده لسه الناس بيسلموا على الضيوف. ممكن يكون ليك مصادرك و يعني لا, لا 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 احنا خلاص خدنا على الجو ده. اي هزيمه دخل الناس في مش عارف ايه اي لا لا, لا طيب. عشان حلقات عشان نغير الاسلوب بس هناخد وقت كتير. طيب بعيدا عن الخساره النهارده بشكل عام انت شايف مستقبله ايه مع الاهلي موسيماني؟ لا هيكمل الموسم يكمل الموسم مفيش وقت انت تغير حد دلوقتي مفيش خلاص الراجل حافظ الفرقه وعارف ال لا اي داخل على معمعه الفتره اللي جايه عنده غير ماتش مصري يسلوه عنده الاهلي الزمالك بعد ما يرجع عنده بيراميدز في الكاس و اي حد هيجيب يقول لك ايه انا ما خدتش وقت وما اعرفش الفرقه والنادي الاهلي عنده ستايل معين من المدربين ما بيجيبش اي مدرسه ليه ستايل معين في المدربين مش هيجيب مصري تمام انت عقبال ما تجيب واحد اجنبي عشان يخش على النادي الاهلي في كل 3 ايام ماتشات بقى كل 3 ايام ماتش دلوقتي وعنده اول لا تقعد انا فجاه لقيت بقى حتى الاهلاويه اللي بيكلموني في ودني دلوقتي من زمايلي ارائهم بقت كلها مضاده لموسيماني بشكل مفاجئ اسئلتهم كلها رايحه في اتجاه ان موسيماني مش عاجبه هديهم خالص بكره الصبح يعني يهدوا بعد الخساره اهدى او بعد ما نطلع لهم هنطلع لهم بره. طيب عايز اروح بقى معاك لمباراه الدوري الوحيده اللي لعبت النهارده كانت تعادل سلبي ما بين سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي وحصد كل فريق نقطه. شفت ازاي المباراه كابتن علاء؟ وهنستعرض طبعا خلال المباراه خلال الحديث بعض لقطات المباراه. لا طبعا كانت مباراه يعني سجال من الفرقتين ماتش قوي مش وحش كان قبل ماتش النادي الاهلي على طول كان جناح قاعد قدام التلفزيون من الساعه 6 فبيسلي بيتفرج نفسه بيتفرج يعني لكن قبل ما نخش في فنيات المباراه يعني احنا كنا المره اللي فاتت قعدنا وقلنا المباراه اللي فاتت كانت بتاع سيراميكا قلت في اتنين يا ريت الكابتن ايهاب يبص عليهم كان محمد ابراهيم وكان شادي حسين صح صح خد واحد بس خد شادي خد محمد ابراهيم اختيار موفق جدا محمد ابراهيم النهارده شفته هو يعني الفتره دي متفوق على نفسه صح عنده القدره اللي هو يقدر يلعب فرقه من اللعيبه يعني خلاص بقى عنصر اساسي في الفرقه هو اللي بيقدر يديك كره يجيب جون يقدر يروح يجيب جون يعني اكتر من كره النهارده عملها كويسه قوي الكره اللي خدها خد المدافع في ظهره كان تقريبا ابو تفيره ده خده حط جسمه كويس قوي وكان كان كان ممكن تبقى جون يعني فبحييه طبعا وبقول له بالتوفيق في المنتخب لان تمريره حلوه قوي دي اعتقد اللي هيبقى ليه دور ان شاء الله الفتره اللي جايه في منتخب مصر دي كمان دي هي دي بص هايله ده الشوط الاولاني دي الشوط الاولاني لكن هو تمريرات ومش بس تمريرات رؤيه ده كمان مجهود وفير ولاعب سواء في النص بلاي ميكر او بيلعب على الاطراف مع ان خلي بالك تعبير وشه تعبير وشه ساعات لما الكاميرا تيجي عليه تحس ان هو تعب لكن بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لغايه 90 بيعمل سبرنتات ما شاء الله وفعلا تفوقه على نفسه ده رساله لكل اللاعبين انا لسه بقول انه اخر استدعاء لمحمد ابراهيم للمنتخب كان في 2013 فراجع بعد 9 سنين يا كابتن علاء بل بدعوات من كل المتابعين كمان دي الناس كلها شايفه انه يستحق لا بجد انا شايف اللي هو اختيار موفق جدا من كابتن ايهاب واعتقد اللي بقى ليه دور ايجابي في المنتخب الفتره اللي جايه فرص خطيره متتاليه شادي حسين على جانب اخر لم ينضم للمنتخب ايه رايك في ده؟ انا قلت مستوى النهارده انا قلت المره اللي فاتت الاثنين دول كويسين قوي في على مستوى المنتخب يعني هو كابتن جلال ما حبش يزعلني فخد واحد بس والثاني اعتقد ان هو هيبقى ليه دور الفتره اللي جايه شادي من اللعيبه انا كمدير فني اتمتع واحد زي ده واحد بيعمل مجهود دفاعي غير طبيعي مجهود هجومي غير طبيعي بيعرف يجيب جون بيعرف يدافع كويس هو انا عايز ايه في الكوره اكتر من كده تمام فاعتقد اللي هي الحته سيراميكا من الفرق بصراحه اللي هي ثابته نفسها جدا فنيا اللي عجبني قوي وكان بديل يعني باسم لما طلع لا انا ما حسيتش ان في بالعكس الحته الهجوميه زادت شويه فيا بختك انت اللي بيبقى عندك فرقه هاني عندك البديل كمان كويس فدي اعتقد في الحته الهجوميه بتاعت سيراميكا عوامل اللي بتخلي اللعيب يعيش مده اطول في الملعب. كنت عايز تقول ايه على مصعب؟ في بعض التغطيات الدفاعيه عنده مشاكل. برضو يمكن الماتش اللي فات تسبب في ضرب الجزاء لو تفتكر. وبرضو النهارده نفس الخطا
لكن هي عدت ما يعني ربنا سترها معايا. هلا مش عارف يعني هل هي اعتقد ده كان اصلا في نص الملعب يعني مصعب كان بيلعب في نص الملعب جنب اليمين لكن كابتن احمد سامي تالي بيخليه يلعب باك يمين يعني راجع معايا كده صح؟ لا هو باك يمين باك يمين على طول؟ باك يمين يعني مش عارف منذ انضمامه للفريق بدايه الموسم بس ما كانش كان بيبتدي؟ لا يعني كان هو احيانا بيبقى توني ايوه بيلعب توني. هو و لا هو لسه منضم الموسم ده بس وحتى كان في ماتشين ورا بعض ما كانش موجود في مصر اساسا لمرض والدته فلما رجع بقى لا هو لعيب بص خلي بالك هو لعيب خفيف وقوي سريع لكن ال- 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 الفنيات الدفاعيه لا لازم يخلي باله منها بالذات الكور اللي هي بتبقى من وراه او الكور العرضيه العكسيه بتبقى بالنسبه له مشكله اعتقد الكابتن احمد سامي بيتفرج واكيد هيبقى بيتفرج على الماتشات ويعيدها مره واثنين وثلاثه يقدر يشوف الاخطاء اللي وقع فيها ويشتغل معايا ده دور المدرب بقى أيوة. بقى عندي خامه وفي اخطاء لابد من دور المدرب اللي هو يصلح الاخطاء دي صح. ولازم يبقى يعمل اللي هو عايزه في الملعب ثالثهم على مستوى مركز الظهير الايمن هو علاء عطا بالمناسبه علاء عطا ومحمد توني ومصعب البطاط هم خيارات الكابتن احمد سامي وفي عبد الله جمعه لكن مشاركاته مش كتيره في سيراميك كليوباترا منذ انضمامه بالمناسبه عايز اقول انه في كده ثلاث انديه بتشارك رسميا في مونديال الانديه اللي لم يتحدد مكانه ولا موعده بشكل كامل حتى الان من جانب الفيفا هل تقام في الامارات هل تقام في قطر هل تقام خارج المنطقه العربيه لكن الثلاث انديه هي سياتل ساوندرز الامريكي الممثل لامريكا الشماليه والوسطى وريال مدريد الاسباني بطل اوروبا والوداد المغربي بطل قاره افريقيا اللي توج بيها النهارده بنبارك له اكيد مره ثانيه. مين اللي تتوقع انضمامه من لعيبه الاهلي للمنتخب؟ النهارده خاض مرانه الاول تحت قياده الكابتن ايهاب جلال. اعتقد طبعا الشناوي ايوه ياسر ابراهيم تمام في تقديري الشخصي قفشه واحمد عبد القادر واحمد عبد القادر التقارير بتتكلم على محمد الشناوي ياسر ابراهيم ايمن اشرف حمدي فتحي عمرو السولية السولية دي اللي صعبه شويه ده اما واخده بقى حته معنويه اللي هو بيجهزه لان هو طبعا معروف امكانياته يعني حته نفسيه بتساعد على ان هو يرجع بسرعه الملعب لكن طبعا وضع طبيعي اللي انت الناس اللي هي لعبه الفتره اللي فاتت هي تبقى متواجده معاك النهارده ما لعبش يمكن اخر ربع ساعه يعني ايوه مظبوط بمناسبه المنتخب طبعا دي لقطات من التدريب النهارده والف مليون سلامه على دكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب اللي اعلن اصابته بفيروس كورونا وبسبب ده الدكتور ايمن زين هو أيمن زين. اللي هيكون طبيب المنتخب في هذا المعسكر سلامتك دكتور ابو العلا من اشطر الاطباء ده شخصيه جميله ومن بصراحة. اجمل الشخصيات اللي ممكن اي حد شخصيه يعني. جميله نتمنى له السلامه ان شاء الله قبل ما اختم بس صوره سريعه شفناها من مباراه زد مع الاهلي مواليد 2006 ممر شرفي جبتها منين دي عملت ممر شرفي للاهلي المتوج بالبطوله والمباراه دي انتهت بالتعادل 1-1 كلمني عن تفاصيلها دي كانت المباراه كان النادي الاهلي خد المركز الاول يعني قبل المباراه دي واحنا كنا واخدين مركز ثالث احنا اول سنه نلعب بمباراه السنه دي فكان عملنا ممر شرفي تكريم للنادي الاهلي بنقول رساله للناشئين في مصر يعني الكره يعني مش عيب انت تحتفل بمنافس ومش عيب اللي انت تبقى يعني بتكرم الناس انا واخد مركز ثالث على فكره لكن انا بكرم النادي الاهلي في ملعبه وكان المجلس الاداره كله موجود كابتن سيف كان زاهر موجود وكان مستر هيثم موجود وقوام المنتخب اصلا اغلبه من الفريقين من الاهلي وزد اهلي وزد فيهم اكبر نسبه من اللعيبه اللي موجودين والحمد لله نالت اعجاب الناس كلها هي معموله رساله للناس كل الناشئين في مصر الاحترام لان احنا يعني عايزين نغير الاسلوب شويه رساله جميله قوي ان دوركم مش بس فني بل اخلاقي كمان وانتم بتنشروا دلوقتي رسائل مهمه بترسخوها في عقول اللاعبين علشان مستقبلا لما يكونوا ان شاء الله في فرقهم الاولى وبنتهز الفرصه بالمناسبه انا عندي لعيب مواليد 2007 اللي هو جاب الجون في المباراه دي في المباراه دي الجون كانت يوم 27 من كام يوم يوم الجمعه جاب جون حلو قوي محمد هيثم
جاب جون جميل جدا يعني، شوطه حلوه. لا جون جون حلو يعني، ده احترف في البرتغال والله ما شاء الله. والله وان شاء الله مسافر على اول سبعة. فين في البرتغال؟ مش فاكر والله الاسم النادي، حاجه فيه كده مش عارف تيتو او حاجه زي كده يعني. بس مش عايز اقول غلط عشان ما ابقاش مفهوم. لكن انا سعيد جدا اللي هو يبقى التجربه دي خلاص يعني ان شاء الله. انتقال مش معايشه، انتقال عقد ما شاء الله. انتقال ان شاء الله، وبنتمنى له التوفيق. وان شاء الله انا متوقع ان في لعيبه كتير من النادي عندنا هيبقى هياخدوا بنفس التجربه. ده جميل قوي، بدايه رحله احتراف في سن هو 2007 يعني ما شاء الله، وبيلعب 2006 كمان يعني. ما شاء الله يعني سن صغيره جدا. وبالتالي ان شاء الله خبرات كتيره هيكتسبها يفيد بيها الكره المصريه ككل. يا ريت ان شاء الله، وبنتمنى التوفيق. وبنقول للنادي الاهلي مبروك، عنده لعيبه كويسه قوي بصراحه. وكابتن خالد بنشكره، كان في استضافه كانت جميله جدا، وحتى انا وقفت على الترابيزه وانا بكرم اللعيبه واقف جنبه بقول لازم الموضوع بسيط يا جماعه، الموضوع مش رساله جميله جدا ومحترمه من نجم كبير زي الله حضرتك. الله يخليك، ذوقك قطاع محترم زي قطاع الناشئين في نادي زمالك. بشكرك جدا. شكرا كابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه مدرب منتخبنا، ومره ثانيه هارد لك خساره الاهلي النهارده. هارد لك، وان شاء الله اللي جاي احسن. والنادي الاهلي معودنا اللي هو يعني يقف على حيله بسرعه ويرجع بقى للمنافسه المحليه، ونشوف بقى ماتشات حلوه، ونشوف لعيبه بقى كويسه عشان المنتخب. بنتمنى للمنتخب التوفيق الفتره الجايه، وللكابتن ايهاب جلال والجهاز اللي معاه باذن الله. قبل ما نختم، مبروك لنادي الميريا التاهل لاول مره بعد محاولات خلال السنوات الماضيه الى الدوري الاسباني الممتاز. والمباركه هنا تهنئه خاصه للصديقين محمد جمال العاصي ومحمد عادل صديق مدير الاداري للنادي اللي هيكون في الليغا الاسبانيه. الحقيقه مجهود كبير قوي عملتوه الفتره اللي فاتت، وبالتالي كاسمين مصريين احنا فخورين بوجودكم في الليغا الاسبانيه برفقه العمالقه برشلونه وريال مدريد وفالنسيا واشبيليه وغيرهم. فان شاء الله يكون موسم مقبل موفق بعد محاولات عديده عملتوها وناجحه، واداره بتخطيط ذكي من جانبكم. كل التوفيق ليكم ان شاء الله. مره ثانيه هارد لك للنادي الاهلي، فقد اللقب الإفريقي الباحث عنه كثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه. حظ أوفر لجمهور الأهلي، من حقكم أن أنتم تزعلوا النهاردة، لكن إن شاء الله القادم أفضل للكرة المصرية ككل على مستوى أنديتنا في البطولتين القاريتين. ونبدأ في المرحلة المقبلة التركيز مع منتخبنا إن شاء الله. بداية موفقة جدا للكابتن إيهاب جلال ولكل فريقه وجهازه المعاون. تحية كل فريق العمل في الماتش. غدا لقاء جديد. تحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء. بنحتفل بحدث زي ده، حدث عالمي، بطولة العالم للسيدات نيفرتيتي اللي كانت بتقام على في مدينة الجونة على مدار الأربع أيام اللي فاتت. طبعا الشكر طبعا للاتحاد، اتحاد الجولف المصري، لأن هو بيساعد وبيدعم جدا في إن احنا نقدر بلدنا تستفيد إن احنا نعرف نقوم بأحداث بطولات عالمية زي دي ونقدر نبثها من أرض الجونة. البطولة طبعا الحمد لله اللي هي مش النسخه، ما نقدرش اقول النسخه الاولى، بس هي النسخه الاولى من تحويلها لبطوله دوليه وعالميه. عندنا صوفيا البنت المغربيه اللي كسبت زي ما سيادتك بتقول، عندها 13 سنه، دي بطله العالم للناشئين تحت 12 سنه من سنتين. وان شاء الله البطولات اللي جايه، عندنا بطوله الجمهوريه للناشئين هتقام على ملاعب بالم هيلز في 23، بدايه من 23/6، وبعد كده عندنا بطوله الجمهوريه للرجال برضو هندعو فيها 25 دوله ان شاء الله، هتقام على ملاعب سوما باي في الغردقه بدايه من 28/6.